مشاهدينا الكرام، صباح الخير وأهلا بكم من جديد. شيئا فشيئا تتكشف ملامح الصورة في الولايات المتحدة، لكن ولايات الحسم لم تعطي كلمتها بعد، وإلى ذلك الحين الترقب سيد الموقف وكل المفاجآت واردة. نتحدث عن النتائج الأولية حتى الساعة، تمنح دونالد ترامب 54 من المندوبين في الكلية الانتخابية، أما جو بايدن 89. أما بالنسبة للولايات الرئيسية فنذكر منها، وطبعا وفق أرقام أولية، نتحدث عن ولاية فلوريدا حيث فاز ترامب ب 51% من الأصوات بعد فرز 92 منها مقابل 48 لبايدن. ننتقل إلى كارولينا الشمالية، يتقدم فيها بايدن بأكثر من 50% مقابل نحو 48 لترامب بعد فرز 79% من الأصوات. كل الأرقام والتطورات المستجدات كذلك سنستمر بمواكبتها معكم طوال هذه التغطية المستمرة لساعتين مقبلتين من الميادين، التي سنستكملها أنا وزميلي عبد الرحمن عز الدين وكذلك الزميلة بهية حلاوي. إليك عبد. شكرا لك وفاء، وإلى ما بعد الساعتين أيضا، إلى حين ظهور هذه النتائج، إن كانت ستظهر مشاهدينا سريعا أو إن كانت ستتأخر هذه النتائج كما توقع بعض الخبراء. وفي هذه التغطية مشاهدينا، كما ذكرت الزميلة وفاء سرايا، ستكون معنا هنا في الاستوديو الزميلة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، سيكون معنا أيضا الدكتور سيف دعنا من ويسكونسن، عفوا من شيكاغو، هو أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن. سيكون معنا أيضا من العاصمة الأردنية عمان محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية الزميل محمد فرج. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. دكتور سيف دعنا أبدأ معك، أريد منك تعليق بداية على هذه النتائج الأولية التي بدأت تظهر وأذاعت بعضها قبل قليل الزميلة وفاء سرايا. صباح الخير. صباح الأنوار. صباح النور. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مفاجأة. الولايات التي فاز بها سواء بايدن أو ترامب كانت متوقعة جدا أنهم سيفوزوا بها. يعني لا زال ترامب يفوز في الولايات التي كانت مصنفة حمراء، وبايدن في الولايات التي مصنفة زرقاء، وبالتالي لا توجد مفاجأة. المفاجأة الأولى ربما سنراها بعد وقت ربما قليل، يعني أعتقد خلال ساعات قليلة، هي ولاية فلوريدا، لأنها ولاية مهمة جدا. ولكن هذه الصورة المباشرة، نحن إذا أردنا أن نتحدث عن الانتخابات الأمريكية هناك جانبان للحديث. الجانب الأول هو الجانب الإحصائي والتقني، ويمكننا متابعته بدقة، وحتى هذه اللحظة إحصائيا برغم التفاوت في الاحتمالات يمكن لأي من المرشحين أن يفوز بالانتخابات، مع الفارق أن بايدن احتمالاته أكبر طبعا حسب الاستطلاعات، كل هذا حسب الاستطلاعات، وهذا يعطيه مسارات أكثر في سياق الولايات المتأرجحة. الجانب الآخر، وأعتقد هذا الجانب الأهم ربما، هو الجانب السياسي أو التبعات السياسية لهذه الانتخابات، وسنتحدث عنها بالتفصيل ربما. ولكن باعتقادي أن العالم ينتظر الآن أي المرشحين سيفوز، بايدن أو ترامب. أعتقد أن السؤال ربما الذي ربما يكون بنفس الأهمية إن لم يكن فوق ذلك أهمية، هو أي أمريكا سنرى في 4 نوفمبر، أي أمريكا سنرى في أعقاب الانتخابات الأمريكية. هذه قضية مهمة. ولكن عودة إلى سؤالك، حتى هذه اللحظة لا يوجد مفاجآت في الولايات، أو لا يوجد توقعات حسم في الولايات المتأرجحة التي ستحسم الانتخابات، باستثناء تقدم ما فرز من الأصوات حتى الآن في فلوريدا للرئيس ترامب. سيد ماكس بلومنثل، نرحب بك، الكاتب في الشؤون السياسية، انضميت إلينا الآن من واشنطن، ونحن نتحدث عن أرقام أولية ومعطيات أولية خصوصا فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة. كيف يمكن أن نقرأ هذه الأرقام والدلالات التي تعطي التفوق حتى هذه الساعة لبايدن؟ Well, the pollsters who predicted how this election would go in the United States are having a terrible night. بالنسبة إلى التوقعات الانتخابية التي صدرت سابقا، فلا شك في أنها تواجه ليلة صعبة، فقد تكهنت وتنبأت بفوز سهل لبايدن لا سيما في فلوريدا، لكنه يبدو أن ترامب قد فاز في فلوريدا نظرا للدعم المكثف من جانب
أتباع اليمين من الكوبيين والفنزويليين في منطقة ميامي، وهي منطقة يفوز الديمقراطيون بها. هيلاري فازت بمحلة ميامي ب 20%، وبايدن يفوز بها ب 3% فقط، ويبدو أن ترامب متقدم على مستوى فلوريدا وسيفوز في هذه الولاية، والأرجح سيفوز بكارولينا الشمالية التي فازت هيلاري كلينتون بها في عام 2016، وسيفوز على الأرجح بجورجيا حيث أنفق الحزب الديمقراطي الكثير من الأموال وبدأ يتقدم في بعض الولايات المتأرجحة الأساسية مثل أوهايو التي يرغب بايدن بالفوز فيها، ويتقدم حتى في ولاية بنسلفانيا، وهي مقتن أو مسقط رأس أسرة بايدن. بالتالي الصورة لا تبدو مشجعة بالنسبة إلى بايدن وبالنسبة إلى أصحاب التكهنات والمراقبين السياسيين الذين فشلوا كذلك في عام 2016. وحتى يوجد موقع تكهنات وقمار في المملكة المتحدة حيث يمكن إنفاق المال لتشجيع أحد المرشحين. منذ ساعتين التكهنات كانت كلها تدعم بايدن، لكن الآن الحظ يبدو أنه ينحى منحى ترامب بشكل أساسي، لذلك حاليا الأمور تسوء لبايدن. إذن وبما أنه مشاهدينا نتحدث عن الأرقام وعن هذه الأرقام الأولية وعن التكهنات التي تحدث عنها السيد بلومنثل، نسأل هنا محمد فرج محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية، كل ذلك هل يعني أن نترقب نتيجة الثلاثي فلوريدا نورث كارولينا وجورجيا؟ يعني إذا أردنا الحديث في الجانب الإحصائي والتقني، هنالك بعض التطبيقات التي تستخدم ألغوريثمز منطقية لتقوم بمعالجات رياضية، هي يعني لا توحي لنا بالاتجاهات السياسية بشكل كامل، ولكن على المستوى الإحصائي قد تكفي، وهي تعالج مسألة فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا بالاتجاه التالي، بأنه إذا حصلت ترامب على الثلاث ولايات وفاز فيها جميعا، فإننا سنضطر للانتظار مزيد من الوقت لكي تتكشف من سيدخل البيت الأبيض للفترة الرئاسية القادمة. وضمن الإحصائيات البارزة في هذا التطبيق بأنه 79% سوف يفوز ترامب في هذه الولايات الثلاث ضمن الأصوات التي فرزت حتى الآن، ونسبة التصويت إلى حد هذه اللحظة 79%، وأن يفوز بايدن في واحدة منها 19%، أو وأن يفوز باثنتين منها أقل من 5%، وأن يفوز بالخمسة مجتمعة أقل من 5% أيضا. إذن هذه الإحصائيات تعطينا توجهات بأننا قد كوننا الآن نتحدث عن تكهنات، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت، وقد نلجأ في الفترة القادمة إلى الكلية الانتخابية، ولن تكون الأمور واضحة خلال الساعات البسيطة القادمة فيما يتعلق بهذه الولايات الثلاثة أو بما ستنتجه هذه الولايات الثلاثة على مجمل العملية الانتخابية. محمد، هذا يعيدنا إلى سيناريو عام 2016، لأنه نحن أمام سباق انتخابي واضح ومنافسة شديدة ما بين الطرفين، نتحدث عن أرقام متقاربة، ولكن حينما نتحدث عن فلوريدا يعني إذا تم حسمها الآن من قبل ترامب هذا مؤشر كبير مخالف للاستطلاعات. وهنا نسأل بهية، لماذا هذه المرة أتحدث عن فلوريدا لن أتحدث عن مجمل الولايات المتأرجحة كانت تعطي الأغلبية لبايدن، حتى الآن النتائج تذهب لمصلحة ترامب، هذا على ماذا يدلل ولماذا تفشل استطلاعات الرأي؟ طبعا يعني فلوريدا كل الأنظار الآن متجهة إلى فلوريدا، ولكن إذا ما يعني أردنا مقارنة الموضوع أو مقاربته من زاوية الاستطلاعات ولماذا تفشل، بالدرجة الأولى كل الاستطلاعات ترتكز على عينات يعني من البيانات ولا ترتكز على البيانات بصورة شاملة، لا يمكن أن تحصي كل بيانات الناخبين وبالتالي تعطي الصورة الكبيرة أو الشاملة، هناك من لا يشارك بهذه الاستطلاعات، هناك من لا يعبر عن رأيه الحقيقي بهذه
هذه الاستطلاعات، وحتى أنه هناك من يعني خصوصا من مؤيدي ترامب، هناك من توصفهم فوربس بأنهم يعني يؤيدون ترامب ولكن بخجل، وبالتالي لا يعبرون عن رأيهم بصورة علنية، لا باستطلاعات الرأي ولا حتى يعني على منصات التواصل الاجتماعي وإلى ما هنالك. أما بالنسبة للتطبيقات التي يعني تحدث عنها ربما الزميل محمد فرج، طبعا هذه التطبيقات هي جزء من يعني العمل الإعلامي لعدد من الوسائل الإعلامية أو المنصات الإلكترونية أو المواقع الإخبارية، وبالتالي البرمجيات التي ترتكز إليها والمعالجات الرياضية التي تحدث عنها هي تحتاج إلى يعني تدريب هذه الألغوريثمز أو هذه البرمجيات على بيانات محددة تستخدمها هذه البرمجيات، وبالتالي التحيز نفسه الذي نشاهده إذا ما تابعنا أو قارنا مقاربة الوسائل الإعلامية أو المواقع الإخبارية للمشهد السياسي وللتأييد أحد المرشحين، نجد أنه تدريب هذه البرمجيات وإعطاء البيانات اللازمة لكي يعني تتخذ هذه الألغوريثمز وتعتمدها هو أيضا فيه نوع من التحيز، ويعطي يعني أولوية أو أفضلية لمرشح على مرشح آخر. أخيرا لابد من الإشارة أنه هذه البيانات والسيميليشنز التي يمكن يعني توظيفها وقراءتها من خلال دراسة ما تفعله تساعد في فهم التصويت الشعبي أكثر، لأنه نتحدث عن عامة الناس وعامة المشاركين، ولكن برمجة هذه الاستطلاعات والتطبيقات بحيث يعكس صورة المجمع الانتخابي أو نتائج التصويت للرئيس النهائية يحتاج مقاربة مختلفة مرتبطة أكثر بالمقاعد مخصصة لكل ولاية، وهذا يعني يجعل العملية معقدة أكثر، وبالتالي لهذا ربما تفشل استطلاعات الرأي، تعطي ربما الأفضلية لفهم التصويت الشعبي وليس لفهم النتائج النهائية المرتبطة بالتوقع. يعني الآن كذلك تقول الآن أوهايو بعد فرز 70% من الأصوات يتقدم فيها ترامب على بايدن. هناك عدة معطيات، يعني ربما يخسر في أريزونا، فلوريدا ترامب هو متقدم في متقدم في فلوريدا. هنا لابد يعني من الإشارة إلى أهمية الصوت اللاتيني في فلوريدا، والذي غالبا ما كان يصوت للمرشح الديمقراطي، ولكن تراجع تراجع يعني تأييد هذا الصوت لبايدن عما إذا قارناه بكلينتون، وربما يعني الموضوع مرتبط بشعارات ترامب وحتى بأداء بايدن يحتمل الكثير. بما أننا كنا نتحدث عن استطلاعات الرأي دكتور سيف، دعنا استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة كانت تظهر تقدم واضح للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وصلت إلى 10 نقاط. صحيح. كان الكلام أنذاك أنه في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يقبل بتسليم السلطة، وبالتالي الاتجاه باتجاه صدام في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يبدو أنه إمكانية أن يكون هناك شيء مخالف لاستطلاعات الرأي وارد، يعني هناك تقارب كبير ما بين دونالد ترامب من جهة وجو بايدن من جهة أخرى. في حال خسر جو بايدن وفاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السؤال سيكون هل سيقبل الحزب الديمقراطي ومؤيدي الحزب الديمقراطي بالنتيجة، خاصة أننا نلاحظ أن هناك تحركات بالقرب من البيت الأبيض لمؤيدي جو بايدن وللذين يناهضون دونالد ترامب. يعني الحزب الديمقراطي أعلن منذ فترة، وحتى على لسان هيلاري كلينتون، لا أعرف يعني لا تمثل كثيرا في قيادة الحزب في هذه اللحظة، ولكن الحزب الديمقراطي أيضا أعلن بعض أقطابه أنهم سيقومون بتحدي الانتخابات، ولكن القضية هنا هي ما هي الفجوة؟ إذا كانت الفجوة صغيرة فبالتالي يمكن توقع تحدي الانتخابات بالمحاكم على الأقل من قبل الطرفين، لكن إذا كانت الفجوة كبيرة هنا يمكن يحدث صعوبة في تحدي الانتخابات. الولايات التي يمكن، إذا كان الخلاف على ولايتين مثلا من الولايات المتأرجحة، وخصوصا في الولايات التي كان هناك تصويت مكثف بالبريد، هذا سيعطي دافع تحديدا لترامب في حال خسر الانتخابات أن يتحدى الانتخابات. ولكن أهمية هذه القضية مرة أخرى أننا أمام انقسام كبير في الولايات المتحدة، انقسام اجتماعي بالمعنى الطبقي، انقسام عرقي بعد الأحداث التي شاهدناها في بين يعني قيام الشرطة بقتل مجموعة من الشبان السود في أيام مختلفة، هناك انقسام حتى جغرافي بين المناطق المختلفة، وهذا الانقسام لم يؤسس له في الحقيقة دونالد ترامب. هو دونالد ترامب جاء والانقسام كان موجود،
ولكنه قام بتصعيد هذا الانقسام، والانقسام له أسبابه. لا يمكن توقع أن أي من أجندات الرئيس ترامب أو حتى بايدن في حالة نجاحه أن يقوم بحل إشكاليات أو بالتغلب على هذا الانقسام وتوحيد الأمة. هذه أحد المشاكل الكبيرة التي ستواجه الرئيس، ولهذا قلت أنا ربما يكون الأهم من شخصية الرئيس سواء بايدن أو ترامب، هل بالإمكان توحيد الأمة الأمريكية مرة أخرى وتجاوز الانقسام الشديد غير المسبوق؟ ولكن دكتور سيف، وبالتالي هل يمكن أن يتمتع الرئيس الأمريكي بغض النظر عن من كان بالشرعية؟ لأن القضية الشرعية مهمة جدا، وهذا له تبعاته ليس فقط على شرعية الرئيس بحد ذاته، ولكن على مكانة وقوة وصورة الولايات المتحدة وأدواتها الناعمة، ليس في الجانب المحلي ولكن في السياسة الخارجية. يعني حين نتحدث عن إشكالية إن لم نقل عجز للانتخابات، وهي أحد الآليات الديمقراطية الأساسية في أعرق الديمقراطيات كما توصف في العالم، أن تحسم الانتخابات ويحصل انتقال سلس وسلمي كما حصل في السابق للسلطة، فنحن هذا مؤشر أننا أمام أزمة في النظام، هذا أولا. وأيضا أن أحد أهم الأدوات الناعمة للدولة الأمريكية أو للإمبراطورية الأمريكية تعاني أزمة. وبالتالي يعني القضية أبعد بكثير حتى من شخصية الرئيس. الجانب الآخر أنه حتى لو فاز بايدن، يعني برغم حتى لو فاز بايدن، الأسئلة المطروحة أنه هل يمكن لبايدن أن يصلح الأضرار التي يقال على الأقل من المعلقين الليبراليين أن ترامب تسبب بها. هناك حتى جون بولتون قال أن هناك أضرار لا يمكن إصلاحها تسبب بها ترامب. إذن حتى لو فاز بايدن هناك إشكالية في قدرات في إمكانية أن يستعيد الصورة التقليدية السابقة على مرحلة ترامب، وبالتالي يعيد القوة والمكانة للإمبراطورية الأمريكية حتى مع بعض الحلفاء، ولذلك إرث ثقيل سيحمله إن كان ترامب بولايته الثانية أو جو بايدن. دكتور سيف، وخصوصا نحن نتحدث عن مشهد سياسي، سأترك لك التعليق دكتور سيف، ولكن ضروري أن نذهب إلى الزميل عبد الرحمن عز الدين ليطلعنا على مشهد أكثر من خلال وسائل الإعلام الأمريكية التي ترصد عمليات الفرز، النتائج الأولية، إلى أين وصلت معك؟ نحن نرصد أيضا وفاء القنوات الأمريكية، وسأترك وأحتفظ بحق الرد للدكتور سيف. ونحن نرصد القنوات الأمريكية كيف تغطي نتائج هذه الانتخابات وهذه النتائج الأولية التي بدأت تظهر تباعا. ونظرة سريعة مشاهدينا على وسائل الإعلام الأمريكية كيف تتعاطى مع الخبر. نبدأ مع الفوكس نيوز المعروفة بقربها بطريقة أو بأخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نرى هنا يتم استعراض مجموعة من الولايات ووضع نسب التصويت. نرى هنا فيرجينيا تقدم لدونالد ترامب فيها، كما نرى هنا على شاشة الفوكس نيوز. إذن فيرجينيا تقدم دونالد ترامب بحسب ويست فيرجينيا بحسب الفوكس نيوز. ننتقل إلى ABC، هنا أيضا تواكب هذه النتائج الأولية التي بدأت تظهر في الثلاثاء الكبير. يتحدثون هنا عن أريزونا، بحسب ABC فإن جو بايدن يتقدم ب 63.8% في بالأصوات. إذن ننتقل أيضا إلى CNN مشاهدينا التي تواكب أيضا هذه الانتخابات أيضا بتغطية مفتوحة لنتائج الانتخابات. من المفيد أن نشير إلى أن CNN تحديدا مشاهدينا انطلقت من نتائج عام 2016 وتقوم بعملية مقارنة ما بين هذه النتائج والنتائج الحالية لتتوصل إلى خلاصات قبل الوصول إلى النتيجة النهائية. نرى هنا أيضا MSNBC والتي تواكب ظهور النتائج الأولية. بحسب MSNBC فإن ترامب يتقدم ب 52.9% مقابل 45.6% لجو بايدن. هذه كلها حتى الآن، وبالرغم من أنها من وسائل الإعلام الأمريكية وكبريات وسائل الإعلام الأمريكية، إلا أنها تبقى نتائج أولية مشاهدينا. ليس هناك حتى الآن نتائج نهائية، لا يمكن الحكم على هذه النتائج، لأنه من المعروف أن الانتخابات الأمريكية السابقة عام 2016 كانت قد شهدت مفاجأة مدوية آنذاك وفاء، عندما كانت كل الاستطلاعات والنتائج الأولية تشير عن هيلاري كلينتون. من فاز آنذاك يا وفاء؟ دونالد ترامب. دونالد ترامب قلنا كنا ننام
ننام على نتيجة واستيقظنا على نتيجة أخرى. بسيد بلومنثل، هل هنالك خشية على هذه الديمقراطية الهشة خصوصا مع التشكيك بنزاهة هذه الانتخابات في دولة المؤسسات، ولا سيما بما يتعلق بالتصويت البريدي؟ ولكن حتى الآن يمكن كان في تقدم بالتصويت البريدي للحزب الديمقراطي، لكن في التصويت الشخصي والجماهيري التقدم على ما يبدو واضحا بشكل واضح هو للحزب الجمهوري ولصالح ترامب. لابد أن نراعي عناصر عدة في هذا السياق. أولا، لابد أن أقول أن النظام الانتخابي أشبه بخدعة كبيرة، والكثير من المشاهدين الذين يتابعون هذه التغطية في العالم العربي والذين لم يشاركوا في أي انتخابات أمريكية قد لا يفهمون النظام القائم على المجمع الانتخابي. هو نظام يعتمد على تعيين مجموعة من النقاط أو المندوبين لكل ولاية، وذلك لا يتناسب دوما مع تعداد السكان ولا يحتسب التصويت الشعبي. بالتالي يمكن لمرشح أن يخسر بالتصويت الشعبي في الانتخابات ومع ذلك يفوز فيها. حيثما أقطن في واشنطن العاصمة يعيش 700,000 شخص في هذه المدينة، وفي ولايتنا نتمتع بمندوبين فحسب. بالتالي أصواتنا لا تحمل أهمية كبرى في الانتخابات الإجمالية، لذلك نظامنا أشبه بخديعة. ثانيا، لا يشعر أحد بحماسة كبيرة حيال جو بايدن، وربما السبب الوحيد الذي يحدو بالبعض للتصويت لبايدن هو لأنهم يكرهون ترامب ولا يتحملون بقاءه لأربع سنوات. أما هؤلاء الذين يصوتون لترامب فهم يعبدونه ويحبونه، وقد كنت في فلوريدا منذ يومين وكل ما رأيته الناس يجلون في الطرقات ويضعون أعلام ترامب على سياراتهم، ولكن لا نرى مظهرا مشابها بالنسبة إلى دعم بايدن. بالتالي الحماسة إلى جانب ترامب وهو يفهم ذلك، فكل حملته الانتخابية قامت على التوجه لقاعدته التي حملت له حبا كبيرا وحماسة كبيرة. أما بايدن فقد سعى إلى استقطاب الجمهوريين الذين لا يحبون ترامب لأنه عنصري ويقول بالأمور الفظة، وهو كذلك كاره للنساء. ورأينا أن هذه الاستراتيجية اليوم على مستوى الأرقام سيئة خاطئة ومضرة جدا حيال بايدن، إلى جانب من النظام الانتخابي القائم على المجمع الانتخابي الذي يعود لعهد العبودية. ونحن نتحدث مشاهدينا عن نتائج انتخابات رئاسية أمريكية، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها الأهم في تاريخ أمريكا. لابد أيضا محمد فرج أن نتطرق إلى أمريكا اللاتينية. هل تترقب أمريكا اللاتينية هذه النتائج المنتظرة في الانتخابات الأمريكية؟ وماذا تترقب، ماذا تنتظر أو دول أمريكا اللاتينية من الانتخابات الأمريكية الرئاسية؟ يعني دعني أنطلق من الحديث الممتع والعميق جدا للدكتور سيف دعنا الذي وضع يده على الجرح تماما، بأنه لا يمكن أن نفهم حدث مثل حدث الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية دون أن نفهم الظاهرة الكلانية للمسألة، دون أن نفهم أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كإمبراطورية. وكما يتحدث عالم الدراسات المستقبلية الشهير يوهان جالتونغ بأن ما يحدث على الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يخدش الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية بالتأكيد سينعكس عليها كجمهورية، وهي اليوم أمام خيارين: إما أن تبقى مصممة ومصرة سواء مع بايدن أو مع ترامب على أن تستمر في توسعها الذي بات له عبء كبير وكبير جدا، فبالتالي تنهار كإمبراطورية وتتأذى كثيرا كجمهورية، وإما أن تنكفع على نفسها ويمكن أن تقتطف أي فرصة لأن تكون جمهورية مزدهرة. هذا ينطبق على أمريكا اللاتينية. في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعاني من عبء توسع، وثمة اضطراب داخل الإدارة الأمريكية كيف ننهي هذا التوسع، كيف نغير شكله، هل نستمر فيه أو لا نستمر فيه. عدد القواعد العسكرية يتراجع،
خلاف كبير مع الحليف التاريخي الأوروبي على ملفات ساخنة وكثيرة، خلاف كبير مع المنظمات الدولية من اليونسكو إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية إلى غيرها من المنظمات الدولية، صعود رئيسي وكبير وواضح لعدد كبير من القوى السياسية القوى الدولية والإقليمية في العالم. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فرض قرارها على هذه القوى السياسية الصاعدة، فبالتالي هي أمام سؤال كبير وملف ساخن وكبير جدا سيكون الإجابة عليه صعبة سواء من دونالد ترامب أو سواء من بايدن، ولكن الإجابة قد تكون مختلفة في الشكل ولن تكون مختلفة في نهاية المطاف في الجوهر، وهذه الصيغة تنطبق تماما على أمريكا اللاتينية. أعتقد أن فنزويلا من آخر المنتظرين لنتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك يعود للأسباب التالية، بأن بايدن نفسه كان يقول بأننا بانتظار الانتخابات الفنزويلية حتى نتخلص من نيكولاس مادورو، فالموقف في جوهر وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من فنزويلا والحكومة البوليفارية في فنزويلا لن يختلف. قد يختلف احتمالات بسيطة لإمكانية التدخل العسكري هنا أو هناك، ولكن لن تنتهي احتمالات العبث بمؤسسة الجيش في فنزويلا. قد ينتهي أو قد يتضاءل احتمال التدخل العسكري، ولكن الحصار الاقتصادي والتجاري الكبير على فنزويلا لن يتوقف، وقالها بايدن بشكل واضح وصريح، وكان هنالك تصريحات رسمية أيضا من الحكومة البوليفارية في فنزويلا بأننا لا ننتظر نتائج هذه الانتخابات بشكل أو بآخر. كولومبيا على سبيل المثال غير معنية بهذه، قد تكون قريبة جدا إلى إدارة دونالد ترامب، ولكن العلاقة لن تتأذى مع بحال مجيء جو بايدن. في كل الأحوال ما تسير عليه أمريكا اللاتينية قد يكون حساس من جهتين. الجهة الأولى أن مشروع اليسار في أمريكا اللاتينية الذي اعتدنا عليه، سبقتني محمد وهذا إطار لابد من توسيعه، تمدد اليسار وعودة اليسار وإحياء هذا اليسار في أمريكا اللاتينية كيف ينعكس أيضا على مسار العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها مع الحديقة الخلفية بالنسبة لها بدول أمريكا اللاتينية، وانتعاش هذا اليسار كيف أيضا سيؤثر على هذا المسار؟ هذا يحتاج أيضا إلى تعميق أكبر، ولكن اسمح لنا ونحن نتابع هذه المشاهد المباشرة الآن من أمام البيت الأبيض، تظاهرات حتى الآن يعني ليس هنالك من رفع شعارات محددة إن كانت مع ترامب أو ضد ترامب، ولكن هي تجمعات انتخابية تظاهرات، ونلاحظ أيضا وجود لإجراءات الشرطة والتجمعات الاحتشاد المستمر كما ذكرت عبد الرحمن. ولكن يمكن أشرنا إلى أمريكا اللاتينية تحديدا بهية، سأعود إلى اللاتين داخل أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، هل نحن نتحدث عن كتلة أو قاعدة انتخابية واحدة؟ والمفارقة أنه في كثير من الأحيان هي تصوت لصالح ترامب، يعني في مثلا المهاجرين من كوبا الرافضين للسياسات اليسارية هم يدلون بأصواتهم إلى ربما هذه الفئة الأساسية فقط، هم من يعني نفروا من الحركة الاشتراكية والتقدمية في بلادهم ووجدوا في شعارات ترامب الشعبوية والمناهضة للحركة الاشتراكية الحل والبديل وبالتالي يصوتون له. طبعا أيضا موضوع الجنريشن أو أي في أي حقبة يعني قدموا أو هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما تساعد أيضا في يعني وجهة نظرهم حول المرشح يعني الجدد أو المهاجرون الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن واكب عنصرية ترامب بوجه اللاجئين والمهاجرين وتعاطيه مع موضوع البوردر مع مكسيكو وإلى ما هنالك، ربما يعني لديهم نوع من النقمة، وخصوصا من واكب حتى الهبة الشعبية الأخيرة والمشاهد العنف وإلى ما هنالك. ولكن من قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ما عادت تعنيه بنفس يعني الكثافة هذه الموضوعات، غالبا يعني ما كانوا يصوتون حتى في بعض الولايات للمرشح الديمقراطي إلا يعني بما قل بفلوريدا ربما اللاتينيين من أصول كوبية أو غيرها. لكن يعني ربما النقطة أيضا اللافتة يعني وفى في كل هذا الإطار بعض الشخصيات التي تتهم يعني على المقياس الأمريكي بالاشتراكية أو بأنه يؤيدون هذه الأفكار وكأنها وصمة عار، يعني كما يعاملهم ترامب أو كما ينتقدهم على منصات التواصل الاجتماعي، هو مثلا يتهم بيرني ساندرز وحتى أليكسا كورتيز وغيرهم من الشخصيات بأنهم يتبنون هذه الملفات أو هذا التوجه، وبالتالي هي نقطة تحسب ضدهم.
هي عذرا على المقاطعة، لكن سيد ماكس بلومنثل تبقى معه دقيقتين فقط، ونحن سنعود إليك سريعا سيد ماكس لنسألك عن الولايات المتحدة ومستقبلها، خاصة أن البعض يقول، بعض المتابعين يتحدثون أنه بغض النظر عن اسم الفائز، إن كان اسمه جو بايدن والحزب الديمقراطي أو دونالد ترامب والحزب الجمهوري، فأن الولايات المتحدة ستدخل في مرحلة من اللا استقرار. هل فعلا المشهد هناك يتجه إلى هذه الصورة؟ Well, the U.S. has been more unstable than people realize from the outside. ربما عرفت الولايات المتحدة الأمريكية قدرا أكبر من عدم الاستقرار مما يتخيله البعض. لقد عرفنا في الماضي حربا أهلية فعلية في ستينات القرن الماضي حيث قضى آلاف الأمريكيين، وهذا التوجه يستمر اليوم على بعد بضعة كيلومترات من حيث أنا. تستعر المظاهرات حول البيت الأبيض ويحاول المتظاهرون أن يسقطوا السياج الشائك حول البيت الأبيض، وفي حال فاز دونالد ترامب سنرى مزيدا من هذه الأنشطة، فكثر هؤلاء الذين ليسوا مستعدين ليتقبلوا على المستوى النفسي ولاية أخرى لترامب، وسائل الإعلام الأساسية تعارض ترامب، والكثير من الوكالات الأمنية والمؤسسات الأمنية تعارض ترامب، وفي حال فاز سنشهد على تضارب كبير بين ترامب وبين المرافق الأمنية والمخابرات الأمريكية التي سعت إلى الإطاحة به عبر خطط متعددة. ولا شك في أننا سنشهد على مزيد من الانقسام العرقي في البلاد، والإعلام سيقوم بتعظيم الأمر. في حال فاز بايدن يمكن أن نتوقع مزيدا من الاستقرار المحلي، لكن كذلك على المستوى الدولي بايدن من دعاة التدخل في الشؤون الخارجية، ويمكن أن نصفه بأنه من المستعمرين القدامى. لا أدري إن كان سيواصل النهج نفسه بالنسبة لبث انعدام الاستقرار في مناطق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، حيث يسعى إلى تغيير النظام. مسألة أخيرة بالنسبة للانتخابات تأثيرها على السياسة الخارجية، لقد فاز ترامب بشكل كاسح في ميامي نظرا للسياسات المتطرفة التي انتهجها فيما يتعلق بفرض العقوبات على بلدان كفنزويلا والتوجه بالتهديدات إلى بلدان ككوبا ونيكاراغوا، ولذلك نرى المحصلة الانتخابية في ميامي كانعكاس لجدوى هذه السياسات. لذلك ترامب في حال فاز سيكون أكثر عداوة في التعاطي مع ملفات أمريكا اللاتينية وكذلك إيران، ما يشكل استمرارا لسياسة الضغوط القصوى. إذن سيد ماكس، وهنا نتحدث عن ما أسميته يمكن ما بعد أمريكا، ما بعد الرئيس، أم أمريكا التي تعيش نوع من مسألة بخروقات دستورية قانونية ومصير أيضا سياسي على المحك، إن كان بالداخل الأمريكي أو المشهد السياسي الداخلي والمشهد الخارجي. أشكرك جزيل الشكر سيدة ماكس بلومنثل الكاتب في الشؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن. وأعود إليك دكتور سيف دعنة، يعني أوجه الخلاف بين بايدن وترامب هي البعض يقول وجهان لعملة واحدة، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن هل من تمايز بإعادة قوة وعظمة أمريكا؟ من رفع شعار أمريكا أولا، أين أصبحت اليوم قوة أمريكا، خصوصا إن كان في بالنسبة لعلاقته مع الحلفاء ومع الخصوم، مثلا مثل القارة الأوروبية، القارة العجوز، ما جرى بالتعاطي بجائحة كورونا، حتى بملفات كبيرة بالحرب التجارية مع الصين والعقوبات على روسيا. يعني إذا أردنا أن نلخص على الأقل، ورغم أن جزء من ما يقال هو في الدعاية على كل أحوال وفي الصراع داخل الولايات المتحدة على السلطة بين الحزبين وبين التيارات الفكرية، سواء المحافظين من جهة الجمهوريين أو الليبراليين الديمقراطيين كما يصنفوا، ولكن طبعا سببت سياسات الرئيس ترامب أضرار كبيرة للولايات المتحدة، هذا باعتراف جون بولتون مثلا، وبعض هذه الأضرار يمكن إصلاحها، بعضها لا يمكن إصلاحها مرة أخرى حسب تقدير هؤلاء المعلقين. ولكن في النهاية التحولات التي تجري على مكانة الولايات المتحدة في العالم، مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على العالم، ليست نتاج لسياسة الرئيس في الحقيقة، أو على الأقل ليست نتاج لسياسة الرئيس فقط،
وليست نتاج فقط أيضا للتحولات داخل الولايات المتحدة بقدر ما هي أيضا نتاج لتحولات على المستوى العالمي. لدينا صعود لمنافسين من نوع جديد، منافسين أشداء، نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا. يعني حين نتحدث عن الصين ونتحدث عن حجم الاقتصاد الصيني وتجاوزه بمقياس معادل القوة الشرائية للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي نحن نتحدث عن قوة صاعدة كبيرة. لا ليس فقط أن الولايات المتحدة كما كنا نقول قبل سنوات ربما بدأت تفقد الهامش الكبير الذي كان يفصلها اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا إلى آخره، أو حتى عسكريا عن القوى الأخرى، وبالتالي هذا ما أعطاها مكانة القوى المهيمنة. الآن الولايات المتحدة حتى ليست رقم واحد أيضا في حين نتحدث عن الاقتصاد الآن في مواجهة الصين. القوة العسكرية الروسية هي قوة هائلة أيضا يمكنها منافسة الولايات المتحدة، أو في الحقيقة هي تنافس الولايات المتحدة. إذن التحولات على المستوى الدولي أثرت إن لم تكن ضربت بعمق في الهيمنة الأمريكية على العالم. نرى صدى ذلك وتبعات ذلك أيضا على المستوى المحلي وعلى المستوى الداخلي، وبالتالي سياسة الرئيس ترامب هي نتاج لذلك. باختصار شديد، الرئيس ترامب يمثل في الحقيقة شبكة مصالح وتيارات اجتماعية مختلفة عن عما كانت تمثله النخبة التقليدية. أنا منذ فترة كنت أتحدث عن احتمال في حال فاز ترامب بالتأكيد في الدورة القادمة أننا سنرى استبدال نخبة بنخبة كاملة، كما حصل في تركيا حين تم استبدال نخبة طبعا بشكل تدريجي، وتركيا ليست الولايات المتحدة، ولكن نحن نتحدث عن تمثيل لشبكة مصالح مختلفة. ولهذا رأينا ما يسمى الدولة العميقة أو دولة الأمن القومي كانت شرسة في مواجهتها لترامب، ولهذا هو حاول القضاء عليها في معاقلها الأساسية، وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، واستخدم بومبيو تحديدا في كلا الوزارتين لتغييرها وإعادة تركيبها ووضع حلفاء لهذه النخبة أو لهذه الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الصاعدة. ولكن هذا يحتاج إلى وقت في ديمقراطية أو في نظام كالنظام الأمريكي. هذا الصراع، بمعنى صراع ليس صراع داخل النخبة، ولكن نحن بين صراع بين نخبة سائدة ونخبة صاعدة. هذا يؤكد أن الجمهورية بحد ذاتها تتغير. كان يمكننا أن نطلق ربما في المستقبل بعد أن نرى تجليات العملية الانتخابية وتبعاتها، هل نحن أمام الجمهورية الثالثة أو الرابعة كما يقال أحيانا، رغم أن هذا قد يكون كليشيه لحد ما، ولكن في الحقيقة إذا تغيرت المحكمة العليا 6-3 أصوات وهي التي تفسر الدستور، إذا تغيرت تركيبة الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإذا استمرت السيطرة على 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 البيت الأبيض من قبل رئيس ترامب والجمهوريين، وزاد امتداد وتأثير ونفوذ هذه النخبة الصاعدة الجديدة المحافظة جدا، إذا سنرى جمهورية أمريكية مختلفة. ولكن مرة أخرى، ليس ذلك فقط بفعل عوامل داخلية، ولكن ربما يكون الأهم أننا أمام نظام عالمي يتحول ويتغير، أو نظام عالمي جديد كان يتشكل منذ فترة، الآن نرى تجليات جديدة أو نرى تبعات هذا التحول في النظام العالمي الذي ربما كنا نتحدث عنه منذ سنوات، ولكن نحن أمام صيغة للنظام العالمي جديدة. مكانة أمريكا فيها ليست المكانة التي كانت في التسعينات. وهذا أو ما دفع دكتور سيف بريشنسكي وكيسنجر حينما يتحدث عن هذا الدمج ما بين الإمبراطورية والجمهورية لفترة طويلة. اليوم وصلنا إلى مسار آخر أو شكل آخر بنظام الحكم وتراجع هذا الدور للدولة العظيمة أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية. سنتعرف يمكن معك بتعريف، لأنه كثر لا يعلمون هذه الدولة والصراعات التي تحدث عنها دكتور سيف في نهاية المطاف، يمكن اختصارها بصراع الحمار والفيل. صحيح. أعتقد فربما كثر مشاهدينا لا يعرفون قصة الحمار والفيل، شعاري الحزبين الجمهوري والديمقراطي. نتعرف نحن وإياكم على هذه القصة.
أهلا بكم مشاهدينا. عادة ما يرمز الحمار في معظم دولنا العربية إلى الغباء، إلا أن صوره في الولايات المتحدة باتت تتوج رؤوس ملايين الأمريكيين، خصوصا عشية الانتخابات الرئاسية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفيل الذي يعرف بشراسته وذاكرته القوية. فهل يتمتع بايدن بصبر الحمار وقوته فيغلب منافسه الشرس ترامب؟ بدأت قصة الحمار مع الديمقراطيين عام 1828. المرشح الديمقراطي للرئاسة آنذاك أندرو جاكسون اختار شعار فلنترك الشعب يحكم، فسخر الحزب الجمهوري من جاكسون ووصف شعاره بالرخيص. فما كان من جاكسون إلا أن اختار حمارا وألصق على ظهره شعار حملته الانتخابية وساقه في القرى والمدن للترويج لبرنامجه الانتخابي الشعبوي ضد منافسه جون آدمز الذي كان يظهر على أنه نخبوي وبعيد من هموم الناس. في العام 1870 اختار رسام الكاريكاتير توماس ناست هذا الحمار العنيد رمزا للحزب الديمقراطي. أما هذا الفيل الضخم فقد ظهر كشعار للحزب الجمهوري للمرة الأولى في حملة أبراهام لينكولن الرئاسية عام 1860. في تلك المرحلة كانت الولايات المتحدة مقسمة بين الشمال والجنوب بسبب الخلافات بشأن قضية تحرير العبيد. تحول الفيل إلى شعار سياسي للجمهوريين بعد 3 سنوات. الرسام ناست نفسه عبر عن انزعاجه من خروج الحزب الجمهوري عن قيمه الليبرالية، فكان هذا الكاريكاتير للفيل الغاضب الذي يحطم كل شيء، وكتب على ظهره عبارة الصوت الجمهوري. بالتأكيد مشاهدين، هذا الصراع ما بين الفيل والحمار يهم الكثير من دول العالم. البعض يقول أن العالم كله يحبس أنفاسه اليوم بانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. محمد فرج، ماذا عن الخليج؟ كيف يترقب نتيجة الانتخابات هذه؟ خاصة أنه بالفترة الأخيرة كان هناك مشروع التطبيع من قبل بعض الدول الخليجية. والبعض يقول أنه بعض الدول الخليجية وضعت كل البيض في سلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني قد ينتظر الخليج نتائج الانتخابات على 4 محاور. المحور الأول الحرب على اليمن وشحنات السلاح. المحور الثاني مشروع الأسرلة في المنطقة. المحور الثالث هو إيران. والمحور الرابع هو منظمات حقوق الإنسان. فيما يتعلق بالمحور الأول وهو الحرب على اليمن، بايدن ضمن عدد كبير من التصريحات يتحدث عن لابد من مراجعة شحنات السلاح إلى الدول وما إلى ذلك، في إشارة إلى السعودية. حسب معهد سيبري بأن شحنات السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية خلال فترة ترامب شهدت نموا كبيرا، ارتفاعا حادا. ولكن في كل الأحوال قد يتم شكل من أشكال مراجعة هذه الشحنات السلاح التي تورد إلى السعودية، ولكن لن يحدث تغييرا جوهريا على الموقف الأمريكي من مجمل الحرب على اليمن. فبالتالي السعودية أو الخليج ينتظر نتائج الانتخابات في هذا السياق، في سياق الحرب على اليمن في الملف الأول. الملف الثاني وهو مشروع الأسرلة في المنطقة. من حيث الجوهر يمكن أن يكون مجيء جو بايدن لا يغير في مسار العملية التطبيعية وعملية الأسرلة في المنطقة، ولكن قد يغير في شكلها الإعلامي الذي ابتكره دونالد ترامب، والذي خفف من خلاله، من خلال تصدره المشهد على أساس أنه مشروع أمريكي التحق به الخليج، قد يخفف ذلك من حجم العبء الذي يحيط أو الذي يقف على أكتاف الخليج في الشارع العربي. وفي هذه الحالة قد يضطر الخليج إلى تقديم نفسه في هذا المشروع في المقدمة دون الاختباء خلف رجل مثل دونالد ترامب. وقد يكون جو بايدن إعلاميا، وأقول إعلاميا بمعنى أنه سيختص في هذا الجانب ولكن لن يمس في جوهر القضية، سوف يكون مختلفا عما قدمه دونالد ترامب. فيما يتعلق بالملف الإيراني، محمد جواد ظريف صرح بأن حتى لو جاء جو بايدن إلى البيت الأبيض فإن إيران لن تعود إلى التفاوض في الملف النووي الإيراني، لأن هذا ملف قد طوي. وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض أي مفاوضات جديدة مع إيران، فعليها أن تبدأ بمنهجية جديدة، بذهنية جديدة، ولكن هذا لا يعني العودة إلى طاولة المفاوضات السابقة التي كانت
التي تأسست في سياق الحديث عن الملف النووي الإيراني. وهذا ما قاله بايدن في أكثر من مناسبة عندما قال يجب أن نغير المسار وبسرعة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. وعلق محمد جواد ظريف على هذه المسألة بقوله أن جو بايدن يعرف أننا لن نعود لفتح ملف الاتفاق النووي الإيراني مجددا. فيما يتعلق في الملف الرابع، دول الخليج قد تخشى أن لا يظهر بايدن بنفس الصلافة التي ظهر فيها دونالد ترامب في تغييب الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بخاشقجي أو بسعد الجبري في أي سياق من هذه السياقات. قد تخشى دول الخليج بأن لا يكون وجه مثل دونالد ترامب يغيب هذه المسائل تماما عن المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم. ولذلك محمد، عننت العديد من الصحف الأمريكية بأن الرقصة سوف تكون رقصة صعبة مع بايدن بالنسبة للأنظمة الخليجية إذا ما وصل إلى البيت الأبيض، فيما كانت رقصة أسهل بالنسبة لهم، فقد قدموا جميع الهدايا المليارات لترامب، وأخيرا كان نفطهم الأخير اتفاقيات التطبيع التي وصلت إلى ما سمي بتحالف الحرب وليس فقط عند حدود اتفاقيات التطبيع. قبل أن أغوص يمكن بهذه النقطة معك يا بهية، لابد من التطرق إلى التصويت البريدي. التصويت البريدي تشوب حوله الكثير من التساؤلات، خصوصا في إقبال كثيف كان هذه المرة. هل يمكن أن نوضح ما الذي يعنيه التصويت البريدي؟ لماذا التشكيك أيضا بنزاهته؟ هل هنالك من معايير معينة يتم فيها ثغرات يمكن التقاطها لذلك صوب عليها ترامب؟ جزئية التصويب يعني انطلق ترامب من أنه استطلاعات الرأي ويعني غالبية من سيصوتون بالتصويت البريدي يعني ترجح أنه سيؤيدون الحزب الديمقراطي أو ستذهب أصواتهم للحزب الديمقراطي. لماذا؟ لأنه من سيصوت بالتصويت البريدي؟ الفقراء، الأقليات الذين لا يشاركون عادة يعني لأعباء هذه العملية، والذين يعتبرون أنه أصواتهم لن تؤثر. وبالتالي يعني ترامب كباقي يعني الخطوات التي يعتمدها ضمن استراتيجيته، اي شيء لا يستطيع احكام السيطره عليه او ربما يعني يساعد على تقويه الخصم السياسي في المقابل يطعم بصحته، يطعم بشرعيته تماما كما فعل بموضوع التصويت البريدي وحتى في تعاطيه مع الاعلام. ربما هذه اصبحت استراتيجيه مرتبطه بترامب، ولكن بحسب يعني التحاليل التقنيه ويعني ما نرصده في الاعلام حول دقه وصحة النتائج التي تحصل بموضوع التصويت البريدي، نسبة الخطأ يعني مقبولة جدا، وحتى هي نسبيا قليلة جدا يعني غير مرتفعة أو غير لافتة لدرجة أن يتم الطعن فيها أو يعني الطعن بشرعيتها وإلى ما هنالك. هذا يأخذنا ربما للحديث عن استراتيجية كل من المرشحين في هذا التعاطي. ربما في الأسابيع القليلة الماضية كان لافتا حتى على الإعلام أنه معظم الوسائل الإعلامية تعتبر أنه جو بايدن يلتزم الصمت، يخفف من تحركاته، يخفف حتى من إطلالاته الإعلامية. هو ربما اعتمد استراتيجية إن كان خصمك على خطأ فلا تقاطعه، لأنه ترامب يحب الإعلام بالجهة المقابلة. استفاد من زلات ترامب. انطلاقا من جزئية أنه من سيصوت لبايدن أغلبهم سيصوتون له فقط لأنه ليس ترامب، وبالتالي يعني عول مثلا على أوباما وعلى كمالا هاريس للذهاب والمحادثة الحشود، وربما حتى كان لافتا أداء أوباما ذهب إلى الأمور الشخصية التي يعني ربما يتفاعل حول الشباب بصورة مغايرة عما فعله بعام 2016 عندما دعم هيلاري كلينتون، عندما كان يعني يركز على القضايا الأساسية التي تهم الناخب الأمريكي. وهنا كان السؤال، لماذا هذه الاستراتيجية حتى من بايدن؟ ولكن في التحليل حتى ضمن يعني اختيار الزوايا الشخصية التي كان يهاجم فيها الرئيس الأمريكي ترامب، كان يعني يدقق ويحرص على أن تكون المعلومات التي يستخدمها حقيقية وصحيحة حتى لا تستخدم ضده، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي. في المقابل ترامب من اليوم الأول هو يؤمن بالنزول إلى الشارع، طرق الأبواب، محادثة الناس في البيج راليز ويعني التجمعات الشعبية الكبيرة، غير آبه بموضوع كورونا حتى بعد
بعد إصابته بكورونا استمرت هذه العملية، ولكن اليوم اللافت أنه نجد أنه الناس لم يغير رأيه يعني، لكن استقطاب بشكل كبير يعني هذا التواصل الشخصي نحن نعتبره يمكن بشكل أو بآخر يشكل خطر بظل جائحة كورونا، ولكن لاحظنا بالكثير من التجمعات الانتخابية حضور ملفت بالنسبة لمناصري ترامب، وحتى الآن يعني صحيح وأرقام مرتفعة بإصابات يعني كورونا بطبيعة الحال يعني، وCNN حتى الآن تتحدث يعني عن أرقام متوازية إلى يمكن القول يسيران جنبا إلى جنب بين 98 أو 95 من التواصل الاجتماعي يعني تعطي الأفضلية حاليا لترامب. نعم يعني ما نرصده على كبير كلا يعني ربما كان بايدن متقدم قليلا على منصات التواصل الاجتماعي حتى، ولكن طبعا كان متقدما بموضوع استطلاعات الرأي، ولكن الآن وصلوا يعني إلى 105 لترامب و 118 لبايدن بحسب بايدن حسب CNN. دكتور سيف دعنا أريد منك تعليق على هذه الأرقام التي يتم عرضها على CNN، وأريد أن أسألك عن تصريح أطلقه جو بايدن في ختام حملته الانتخابية عندما قال يجب أن نذهب للانتخابات لاستعادة الروح الأمريكية، أي روح فقدتها أمريكا يريد بايدن أن يستعيدها، وكيف تعلق على ما نشرته CNN قبل قليل بأن دونالد ترامب يتقدم في نورث كارولينا وبنسلفانيا؟ يعني لنذهب إلى البعد التقني أو الإحصائي إذا حتى نفهم الصورة بشكل سهل للحقيقة، بايد رئيس ترامب فاز ب 306 أصوات في عام 2016، بالتالي حتى ينجح هو يحتاج إلى 270 صوت فقط، بالتالي هو يمكنه خسارة 36 صوت أو 36 صوت انتخابي أو كلية انتخابية من الأصوات التي حصل عليها. ما نعرفه حتى الآن أن هناك ما يسمى الجدار الأحمر والجدار الأزرق، الجدار الأحمر هي الولايات المحسومة جمهوريا ولن يحصل عليها خلاف، الأزرق هو التي محسومة ديمقراطيا ولن يخسرها. بالتالي نحن أمام الولايات المتأرجحة السبعة تحديدا، وأهم هذه الولايات هي فلوريدا لأن عدد الكلية عدد الأصوات الانتخابية 29، في حالة خسرها ترامب لا يستطيع أن يخسر غيرها. أصغر ولاية في متأرجحة هي ويسكونسن وعدد الأصوات، وبالتالي لو خسر فلوريدا وأصغر ولاية يكون خسر 39 صوت من أصل 306 وهو سيخسر الانتخابات، لكن إذا ربح يمكنه أن يخسر، تتغير هنا المسارات. خلاف حتى في الاستطلاع ليس خلاف أن بايدن حتما سيربح، أن ترامب حتما سيخسر. في الولايات ربما يكون المسارات الممكنة أو الاحتمالات الممكنة لترامب أقل، ولكن هناك احتمالات لترامب. فإذا ربح فلوريدا يمكنه أن يخسر مثلا بنسلفانيا وولاية أخرى. يعني يصبح بإمكانه أن يخسر بنسلفانيا وولاية أخرى، ولكن إذا ربح فلوريدا وبنسلفانيا يمكنه أن يخسر ثلاث ولايات متأرجحة، يمكنه أن يخسر ميشيغان وويسكونسن وحتى يعني أريزونا 11 صوت. إذا ربح الولايات الأخرى سيظل فوق 270. القضية حسابية بسيطة يعني أنه إذا افترضنا فعلا أنه لن يحصل اختراق في الجدار الأحمر أو الأزرق الولايات الأساسية الجمهورية والديمقراطية، وبقي الخلاف حول الولايات المتأرجحة، إذا خسر ترامب فلوريدا عمليا يبقى أمامه خسارة ولاية واحدة ليخسر الانتخابات، أي ولاية من الولايات المتأرجحة ستخسر الانتخابات. ولكن إذا ربح فلوريدا نحن أمام مسار آخر تركيبة الولايات المتأرجحة، أنه يمكنه خسارة ولايتين كما قلت. إذا ربح بنسلفانيا يمكنه لاحقا خسارة ثلاثة ولايات، وبالتالي طالما بقي لم يخسر 300 طالما لم يخسر 36 صوت وبقي الجدار الأحمر أحمر وبقي الجدار الأزرق أزرق يمكنه أن ينجح. في المقابل بايدن طبعا لديه مسارات أكثر في الولايات المتأرجحة، ولكن كما قلت هذه المسارات تتغير مع حسم كل ولاية. يعني حين تحسم فلوريدا سيكون أمام ترامب مسارات أكثر، يعني أمامه الآن تقريبا أربع سيناريوهات ممكن لتشكيل الولايات المتأرجحة. إذا ربح فلوريدا سيكون أمامه أكثر احتمالات، إذا ربح فلوريدا وبنسلفانيا سيكون لأن بنسلفانيا ولاية كبيرة أيضا 20 صوت سيكون أمامه أيضا احتمالات أكثر.
إذا هذا ما يجب، هكذا يجب أن ماذا يجب أن ننتظر. وبالتالي حين نسمع أن بايدن ربح كاليفورنيا ب 55 صوت وهذا سيغير الرقم كثيرا لأنها أكبر ولاية، هذا أيضا غير مفاجئ لأننا نعرف أن كاليفورنيا هي جزء من الجدار الأزرق، وبالتالي ترامب أصلا يعرف أنه لن لا فرصة له في كاليفورنيا أو في نيويورك. ولكن القضية هنا أين ستذهب فلوريدا؟ طبعا كان هناك حديث عن جورجيا وهي ولاية جمهورية، ولكن يبدو حتى لحظة خروجي معكم أن ترامب كان يتقدم وأنها في الحقيقة ولاية جمهورية وربما على الأغلب ستظل جمهورية. لكن القضية الأساسية كما قلت يمكننا أن نفكر بهذه الطريقة السهلة إذا افترضنا أن الجدار الأحمر أحمر والجدار الأزرق أزرق. عودة إلى سؤالك حول روح أمريكا واستعادة روح أمريكا، طبعا جزء من الحملة الانتخابية لبايدن أن سياسات ترامب تحديدا السياسات الخارجية وليس فقط السياسات الداخلية، تحديدا السياسات الخارجية وتحديدا اتجاه حلفاء مثل دولة مثل ألمانيا وغيرها، هذا من جهة. الخطاب الرئاسي الذي استخدمه ترامب هو خطاب رئاسي غير معهود، يعني هناك لغة سياسة ربما سيتشابه بايدن وترامب في السياسة الخارجية، ولكن لغة السياسة الخارجية ستختلف، ربما يكون بايدن أكثر دبلوماسية وبالتالي ربما نرى مشروع حرب يصور وكأنه عمل خيري. ولكن هذا ما يعتقد أو ما يردد الديمقراطيون أنه ضرب كثيرا في صورة أمريكا وبالتالي في مكانة أمريكا واحترام العالم لأمريكا، وبالتالي المطلوب استعادة هذه الأمريكا المبنية على حسب الفهم الليبرالي وحسب الفهم الديمقراطي أنه لا يوجد اضطهاد للأقليات ولا يتحدث الرئيس مثلا عن الأقليات بالطريقة التي تحدث عنها، أن يعني ليست القضية على مستوى الخطاب ولكن ادعاء الليبراليين أو الديمقراطيين أنهم سيوحدون البلد، أنهم يمثلون التسامح وهو ما كان مفقودا في خطاب الرئيس ترامب، وهذه الروح الأمريكية والقيم الأمريكية التي في الحقيقة يعني موجودة في الدعاية أكثر ربما لأننا كما قلت يعني ربما لا نجد خلاف في السياسة كثيرا خصوصا في السياسة الخارجية، ربما نجد خلاف في الخطاب في اللغة الدبلوماسية ولكن في جوهر الأسلوب يعني تدمير ليبيا من قبل أوباما تم بطريقة دبلوماسية جدا. صحيح دكتور سيف، يمكن أيضا الرسائل الأخيرة التي كشفت بالنسبة للبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون كشفت حجم المخططات الكبيرة بالنسبة للمنطقة من قبل الحزب والإدارة الديمقراطية بعهد باراك أوباما. كما نقول يمكن بالمنطقة نحن أمام الوجه الحقيقي لأمريكا، ترجمه بشكل واضح وفاضح هو الرئيس دونالد ترامب. وهنا أعود إليك وأختم معك محمد في هذه الساعة لأن دكتور سيف دعنا سيستمر معنا في الساعة الثانية. كيف تؤثر اليوم السياسة الخارجية على دور وموقع الولايات المتحدة الأمريكية عالميا على المستوى الدولي والعالمي، وبماذا تتأثر؟ يعني هل الأسلوب الناعم الذي ستأتي به أو سيأتي به الحزب الديمقراطي سيمهد إلى مرحلة أخرى كما جرى بما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني مع إيران وبين الإدارة الديمقراطية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ من حيث الجوهر لن يكون هنالك اختلافات كبيرة يعني في عهد إدارة باراك أوباما، على الرغم أنه تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني ولكن تم إصدار قرارات أيضا عقوبات بحق إيران بالمناسبة ولا يتم الإضاءة عليها بشكل كبير في الإعلام، ولكن تم إصدار قرارات بالإضافة إلى 30 قرار تنفيذي استصدرت بحق إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى مجيء دونالد ترامب. مركز بيو تحدث عن مجموعة من استطلاعات الرأي مهم الحديث فيها، وهي 60% من الشريحة المستطلعة ترى بأن أهمية الولايات المتحدة الأمريكية في العالم تتراجع، 73% ترى أن الفروق الطبقية تتزايد، و 65% ترى أن الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد. أنا برأيي أن
الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الإمبراطوري والجمهوري، وكونه في تداخل كبير بين العاملين تواجه أزمات كبيرة وعميقة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفيتي. هذه هي المحطة التي تعيشها اليوم خلال هذه السنوات، برأيي أنها محطة استثنائية، نقطة انعطاف كبيرة سوف تكون علامة فارقة في شكل الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، تشهد تراجعا كبيرا في اعتقادي كما يعتقد كثير من علماء الدراسات المستقبلية. القرن الحادي والعشرين هو القرن الآسيوي، انطلقنا من الشرق أوسطية ومن ثم إلى الأطلسية، أما القرن الحادي والعشرين فهو من حصة آسيا. ورب ضارة نافعة، هذا ما أدى إلى اتحاد جهود الجهات المتضررة من السياسات الأمريكية وتكثيف هذه المنظمات بتعاون وتنسيق مهم، والدليل الأكبر ما جرى بكسر حصار فنزويلا من قبل دولة محاصرة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنا نقصد يمكن بالسياسات في أمريكا اللاتينية وكذلك الدول المناهضة لأمريكا. شكرا جزيلا لك محمد فرج، محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية، على هذه الساعة من التغطية، كنت معنا من عمان، وأيضا في الساعة الأولى التي وكبتنا بها ببداية هذه التغطية سوف نكون معك بالتأكيد بمسار، لأنه حتى الآن لم نعلم من هو سيد البيت الأبيض، والساعات المقبلة ستحدد ذلك. دكتور سيف، أنا أحتفظ لك بحق أيضا الرد لأنه فاتك العديد من النقاط ولم تصوب عليها. لدينا ساعة أيضا لا تنسى دكتور سيف. لدينا ساعة أخرى معك دكتور سيف على أن ينضم إلينا أيضا ضيفنا دوك باندو، ولكن الآن سنتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم، والمزيد من الأرقام والمعطيات من برصد وسائل الإعلام الأمريكية لمعرفة من هو سيد البيت الأبيض الجديد. ابقوا معنا لو سمحتم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية المتواصلة والمستمرة من الميادين لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، بعدما كنا قد وكبنا عملية الاقتراع في آخر الأرقام والمعطيات بناء على نتائج أولية في بعض الولايات الرئيسية. يتقدم دونالد ترامب على بايدن في نورث كارولينا بعد فرز 89% من الأصوات، إنما بفارق ضئيل جدا. في أوهايو حقق ترامب أكثر من 51% من الأصوات مقابل أكثر من 46 لبايدن بعد فرز 77% من الأصوات. أما في بنسلفانيا فيتقدم ترامب على بايدن ب 53% مقابل 45 بعد فرز 31% من الأصوات. كل الأرقام والمعطيات الجديدة نفيدكم بها فور ورودها مشاهدينا في سياق هذه التغطية المتواصلة من الميادين. ملفتة هذه الأرقام عبد الرحمن، لأننا نتحدث عن ولايات متأرجحة وحاسمة، وهذه الولايات هي التي ستضمن فوز أحد المرشحين. حتى الآن التقدم لصالح دونالد ترامب، وهذا عكس كل الاستطلاعات الرأي التي كانت تعطي فارق ما بين 3 إلى 4 نقاط، ونحن نتحدث قبل يوم فقط من هذه الانتخابات أو إلى 3 صحيح. الآن ينضم إلينا في هذه التغطية إضافة إلى الدكتور سيف، دعنا نرحب به من جديد، وأيضا بهية حلاوي معنا هنا في الاستوديو، وكذلك ينضم إلينا السيد دوك باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو معنا من واشنطن. مساء الخير دكتور دوك، وبالنسبة لنا صباح الخير، ولكن مساء لديكم طويل لمعرفة من هو ساكن البيت الأبيض الجديد إن كان سيستمر بولايته ترامب. بداية، كيف تقرأ هذه الأرقام للولايات المتأرجحة، تقدم ولو بشكل طفيف للمرشح الجمهوري دونالد ترامب؟ Well, this keeps Donald Trump's chances of being president alive. لا شك في أن هذه الأرقام تبقي حظوظ ترامب بالفوز حية، فلا بد وأن يفوز بجميع الولايات المتأرجحة لكي يؤمن الفوز، ولا يمكنه أن يتكبد خسارة التصويت في أي من الولايات. بالتالي هذه الأرقام دالة إلى حد كبير. حتى الآن يبدو متقدما، وإن فاز في هذه الولايات يبدو أنه يحافظ على حظوظه بأن يصبح رئيسا لولايات ثانية. لكن إن تمكن جو بايدن أن يفوز بولايات أساسية كبنسلفانيا فلا شك بأن ذلك قد
يجهز على حظوظ ترامب بالفوز، لكن حتى الآن ترامب يبقى متقدما ومن الممكن أن يفوز. دكتور سيف، يمكن إذن هناك هذا كما ذكر أستاذ دوغ، هذا الكلام مهم للغاية في موضوع هذه الولايات المتأرجحة، ولكن بهي يبدو أن هناك معطيات وأرقام ترد إليك الآن. أولا بأول على ما يبدو على منصة تشير إلى ماذا؟ يعني فوز ترامب بفلوريدا، ربما كان دكتور سيف يعني ينتظر هذه النقطة. طبعا هي مؤشرات أولية، ولكن على الأغلب يعني يتجه ترامب ليفوز بفلوريدا، طبعا إلى طابع أساسي ومؤثر يعني بالمجمع الانتخابي وبالتالي بهوية الرئيس المقبل. دكتور سيف، كيف تعلق على هذه النتائج حتى يعني الذي تذكره الزميلة بهية وهي الآن أيضا ترصد لنا مشاهدينا بشكل مباشر كل هذه التطورات والأرقام، إن كان على وسائل إعلام أمريكية أو على مواقع تواصل اجتماعي أيضا تعنى بهذه النتائج، هل يبدو مفاجئا نوعا ما دكتور سيف هذه النتائج الأولية بالرغم من أنها لا تزال أولية حتى الآن؟ يعني تعليق على النتيجة أولا، وهو أن ولاية فلوريدا مهمة جدا بسبب وزنها الانتخابي كما قلنا سابقا 29 صوت، وبالتالي يمكنه أن يخسر ولايتين ولا يمكن أن يعادل وزن أو يكسب ولايتين ولا يعادل وزن فلوريدا في حالة خسرها. ولكن لو ربح فلوريدا، وأنا سأختلف مع ضيفك لأنه في حالة خسر ربح فلوريدا وخسر بنسلفانيا فقط هذا لا يعني شيئا. في الحقيقة لو ربح فلوريدا يمكنه أن يخسر بنسلفانيا وإما ميشيغان 16 صوت، وبالتالي يصبح بالضبط 270 صوت، أو بنسلفانيا وويسكونسن ويصبح 30 صوت، وحتى أو أريزونا أو نورث كارولينا، مع أنه يبدو أنه يتقدم أيضا في نورث كارولينا. بالتالي ولاية فلوريدا مهمة بسبب وزنها الانتخابي، بالتالي هذا يعني أنه في حالة تأكد فوزه احتمالاته في أو السيناريوهات الممكنة لتوزيع باقي الولايات المتأرجحة ستزداد عند ترامب، بالتالي يمكنه أن يخسر بعض الولايات بدون أن يخشى أن أو وفي نفس الوقت يربح الانتخابات. بخصوص الاستطلاعات، لدينا في الحقيقة نوعين من الاستطلاعات هنا، الاستطلاعات السائدة والتي في الحقيقة يعني يصعب التشكيك فيها كثيرا رغم أن هناك هامش خطأ كبير كما يبدو، ولكنها منهجيا تعتمد الأسلوب التقليدي وهو تحديدا استخدام الهاتف الأرضي بشكل أساسي. هناك ما سمي مؤخرا مثل مؤسسة ترافلجار التي استخدمت منهجية بديلة، استخدمت الموبايل فونز واستخدمت الإنترنت والإيميل وغيرها من الوسائل للتواصل مع لإعطاء فرصة لما سمي بالأغلبية الصامتة أو من الذين عادة لا يصرحون للاستطلاعات السائدة أو التقليدية، أعطتهم عبر مجموعة من الأسئلة فرصة لأن يبوحوا بميولهم أو بتوجهاتهم، وعطتنا نتائج مختلفة. مثلا في ولاية ميشيغان مؤسسة ترافلجر تحسم أن الرئيس ترامب يتقدم على بايدن بتقريبا 2-3%، وبالتالي نحن أمام 5% ما بين هامش خطأ أكبر من المتوقع، ليس 3% ولكن تقريبا 5% أو أكثر. هذه الإشكالية. الجانب الآخر أن الاستطلاعات في الحقيقة ركزت، وأعتقد أن حملة بايدن ربما استخدمت ذلك لصالحها في الدعاية، ركزت على المستوى الوطني، وفي الحقيقة بايدن يتقدم على المستوى الوطني، يعني يصعب من الصعوبة التشكيك بالاستطلاعات التي تقول أن بايدن يتقدم ما بين 7-10 نقاط على المستوى الوطني. ويبدو دكتور سيف أن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفلون الآن بالنتائج التي ترد تباعا، نحن نرى هذه المشاهد وفاة نقلا عن وكالة رويترز، يبدو أن هناك احتفالات من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد يعني حتى ترامب. الآن ليس هنالك من نتائج محسومة، ولكن الفريقان لديهما الاحتفالات، ولكن أنصار ترامب يعبرون مثل شخص الرئيس. تفضل دكتور سيف، لديك تعليق؟ يعني نعم، هناك تقدم لبايدن على المستوى الوطني كما قلت، ولكن إحصائيا يمكن كما تحدثتم قبل قليل عن الفرق بين الصوت الشعبي والكلية الانتخابية، إحصائيا يمكن أن يخسر أي مرشح الصوت الشعبي، ويعني هناك بنسبة تقريبا 3%،
وتكون حظوظه في ربح الكلية الانتخابية على مستوى وهذا ما حصل مع هيلاري كلينتون تقريبا 30% يعني إحصائيا ممكن أن يخسر الصوت الشعبي ويربح الكلية الانتخابية بمقدار الثلث يعني حتى 3 أو 4% ممكن أن يخسر الصوت الشعبي وبالتالي لكن التسليط على أن بايدن يتقدم في المجال على المستوى الوطني وهو حقيقة إلى حد ما ربما نختلف على يكون هناك اختلاف على النسبة هل هي 7% أو 3% مثلا ولكن هذا تم الاستثمار فيه كثيرا من جانب حملة بايدن لإعطائه صورة أنه هو الذي سينقذ البلد من الأضرار التي لحقت بها من دونالد ترامب بالتالي هناك جوانب إشكالية من الناحية المنهجية للاستطلاع أو الاستطلاعات ولكن هناك جوانب سياسية ودعائية حسب استخدامها من قبل الحملات المختلفة لهذا نرى الآن مؤسسات مختلفة يعني مؤسسة ترافل جارد تحسم تقريبا أن ترامب سيربح الانتخابات رغم أن أغلب الاستطلاعات كانت تعطيه ما يسمى الاحتمال الضمني وهو ما يستخدمه المراهنون عمليا في الرهان أقل من 30% تقريبا فيما بايدن احتماله الضمني 74% الآن بعد بروز هذه النتائج بدأ هذا الاحتمال الضمني إحصائيا يتغير بشكل أكبر لصالح ترامب ولكن لا زالت الحملة النتائج غير نهائية طبعا صحيح سيد دوك باندو يعني ونحن نشير إلى أي أمريكا سنشهد في حال فوز ترامب وفي حال فوز بايدن نحن أمام أي سيناريوهات وأي أمريكا سنرى هل صحيح أنه أمريكا اليوم ستشهد نوع من اللا استقرار من الزعزعة في إطار النظام القائم في حال فوز بايدن أو في حال فوز ترامب لأنه على كاهلهما الكثير من الملفات المتشابكة والمعقدة نوعا ما Well, the problem is that the electorate is very polarized. So the feelings between المشكلة هي أن الناخبين في حالة من الاستقطاب الشديد ولا شك في أن النفوس بين اليسار واليمين مشحونة إلى حد بعيد وقد يرى كل طرف في حال خسارته أنه قد خدع في الانتخابات وسيجد تمحيص في أي اختلالات في العملية الانتخابية وقد نشهد على تقديم مجموعة من الشكاوى القضائية من كل طرف على حدة بالطبع إن فاز بايدن بالتصويت الشعبي وخسر الانتخابات فلقى مصير هيلاري كلينتون سيؤدي ذلك إلى معدل رضا كبير حيث نرى أن النظام الانتخابي سيعتبر فاقد للديمقراطية لأن النظام الانتخابي مصمم بطريقة حيث أن المرشح لابد أن يفوز بعدد كبير من الولايات ومن الأصوات ومع ذلك الديمقراطيون قد يقولون انظروا إلى كاليفورنيا ونيويورك حيث ربما فزنا بملايين الأصوات ومع ذلك لم نفز في الانتخابات بالتالي هذه المسائل قد تبقى مسائل عالقة حتى بعد الانتخابات أما في حال بدا ترامب أنه سيفوز في البداية ثم خسر الانتخابات في النهاية فسيعتبر كثر من تابعي أو أتباع ترامب أنهم قد خدعوا نظرا للشكوك التي أثيرت بالنسبة إلى التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي وقد نرى تظاهرات من كل طرف وفي الكثير من الحالات نرى أن الناس قد بدأوا يتمترسون في منازلهم حتى في واشنطن نظرا للمخاوف التي تعتريهم حيال رفض البعض الانتخابات وحصول حالة من العنف المعمم بالتالي لا شك في أن النتيجة ستبقى مشحونة ومحطة مخاوف كثيرة إلى أن يجري الإعلان عن الفائز المحسوم وأن نأمل أن يقبل الخاسر بالنتيجة على كل حال كائنا ما كانت القضية مشاهدينا انتخابات أو غير انتخابات عادة ما تشكل مادة للأخذ والجذب وللانقسام خاصة في الدول العربية بهية أنا فقط لفتني لأعلم عبد وكذلك بهية أنه مناصرو ترامب يتبعون الأسلوب نفسه من دون كمامات من دون التباعد الاجتماعي وكأنه ليس هنالك من جائحة كورونا انتشار لهذه الجائحة 230 ألف
ضحية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة أكثر بلد في العالم سجل حالات كورونا. ولكن على ما يبدو أن الشعب متقبل لهذا الأداء. هذا يذكرني بما ذكرته بهية أيضا خلال هذه التغطيات عندما تحدثت أنهم ينظرون إلى دونالد ترامب كزعيم. وأنهم وأن ما يقوله كريس. الرئيس دونالد ترامب هم يطبقونه على أرض الواقع. يكفي أن تنظر إلى مجموعات الخاصة بهم يعني على منصات التواصل الاجتماعي المعلومات المضللة التي تنتشر نظريات المؤامرة وأن كل هذه الأمور هي من الأكاذيب ومن السيناريوهات التي يتم إعدادها لإبعاد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب عن ولاية جديدة وإلى ما هنالك يعني فعلا. بالنسبة للعالم العربي بهي عادة ما يكون هناك من أي قضية نوع من الانقسام تصبح قضية رأي عام. بالنسبة لهذه الانتخابات الأمريكية التي تهم بطريقة أو بأخرى المواطن في العالم العربي كيف كان التفاعل معه خاصة في المناطق الخليجية التي عادة ما تشهد على تويتر يعني حالة كبيرة من التفاعل في أي قضية من القضايا. صحيح في عدد وليس تفاعل. نعم بالفعل يعني في عدد من الدول الخليجية نسبة استخدام منصة تويتر والمشاركة يعني في التعليقات السياسية ومتابعة الأخبار كبيرة جدا خصوصا تويتر مثل الإمارات السعودية الكويت وغيرها. اللافت كان إنه تأييد كبير لترامب وتفضيل يعني يفضلون أن يفوز ترامب على أن يفوز بايدن. ربما الأمر مفهوم وواضح يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى كيفية تعاطي هذا الإعلام يعني الإعلام التقليدي والإعلام الموجود في هذه الدول مع الهبة الشعبية الأخيرة في الولايات المتحدة وتعاطى معها تعاطي الحليف الذي يحاول التستر يعني على ما يفعله الرئيس الأمريكي ترامب. لم يفتح ساعات من البث المباشر كما يفعل في تغطية الأحداث مثلا في لبنان أو العراق أو حتى في إيران لمجرد اجتمع مجموعة من الشباب يعني على الأرض. أيضا يعني حتى على منصات التواصل الاجتماعي الحماسة التي يعني نجدها أو نرصدها في تفاعل هذا يعني الرأي الشعبي أو مستخدمو هذه المنصات مع الحدث كانت ضعيفة وضئيلة. أما إذا قارناها بأمور أخرى مرتبطة حتى في الانتخابات اليوم يعني بعد عدة جوانب ربما يعني في الداخل الأمريكي حتى واستفادة من موضوع التطبيع يعني البعض يعتبر أنه ورقة السياسة الخارجية أساسية ويعني الفوز بورقة التطبيع أو اعتماد هذه الورقة في هذه المرحلة يعني السياسية أمر دقيق وحساس وسيستفيد منه الرئيس الأمريكي ترامب. ولكن بحسب استطلاعات الرأي الناخب الأمريكي يهتم لعدة أمور قبل يعني السياسة الخارجية آخرها يمكن السياسة ربما الخارجية. سادس الأولويات أو سابع الأولويات أيضا يعني حتى بالنسبة لليهود في أمريكا هم يفضلون الناخب المرشح الديمقراطي على صحيح. المرشح الجمهوري وبالتالي ترامب يعني وجه رسائل لربما اللوبي الإسرائيلي بأنه هو سيكون أفضل من قدم ومن يقدم الهدايا لإسرائيل ولحماية مصالحها. ربما للناخب الإنجيلي الذي يربطه بالاحتلال الإسرائيلي يعني عمق ديني وعقائدي وإلى ما هنالك وبعض يعني عوائل الجنود الذين يتم إرسالهم إلى بعض المناطق التي تشارك فيها أمريكا بأعمال عسكرية. ولكن كمان يعني في الحديث عما إذا ستختلف هذه الأمور بحال فاز بايدن ربما أيضا الشكل سيختلف كما أشار الدكتور سيف ولكن جوهر المضمون وجوهر الدعم المطلق والغير مشروع للاحتلال الإسرائيلي هذا أمر يعني سياسات واحدة يعني لا يهم من يفوز بالانتخابات سيكون قائما حفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل. ولكن ماذا سيختلف؟ ترامب لم يتعاطى مع الدول الخليجية كحليف فقط هو تعاطى معهم كشريك في الحكم السياسي خصوصا السعودية يعني تعاطى مع محمد بن سلمان كشريك في كل الأمور حماه من العزلة السياسية العزلة الدولية تستر عليه حتى بردود الأفعال بموضوع خاشقجي حتى بموضوع البحرين وقالها علنا يعني أنا أنقذته بالفعل حتى ومننه يعني على ذلك حتى بموضوع البحرين طبعا أمريكا حليفة للبحرين ويعني مهما كان هناك انتقادات ربما تأتي بإطار القضايا الإنسانية أو حقوق الإنسان ولكن في ولاية ترامب لم نجد حتى الحديث عن حماية حقوق الإنسان في ظل كل هذه الأمور التي يعني نرصدها وكان هناك تعتيم كبير على الموضوع وعدم تعليق. ربما هذا الذي سيختلف ربما بايدن يتعاطى مع الموضوع كورقة للضغط
كضغط بأسلوب مغاير ربما يسلط الضوء على هذه القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصا لاستمالة يعني الطبقة الشبابية والتي يعني تتابع هذه الموضوعات وتنتقد ترامب حاليا على هذه الزوايا. دكتور سيف، أعود إليك فيما يتعلق لنفهم الآن ما هي العوامل أو الأولويات التي تدفع الناخب الأمريكي إلى اختيار حتى الآن رغم كل هذه الانتقادات التي وجهت إلى ترامب، ونحن نتحدث يعني سأنطلق من 114 حتى الآن بالنسبة لCNN مندوب بينما 192 لجو بايدن، وهذا تقدم ملحوظ لبايدن، ولكن ما الذي يدفع الناخب الأمريكي إلى اختيار الآن المرشح ترامب وليس بايدن؟ والعكس صحيح، يعني الأولويات هي الاقتصاد، التعاطي مع جائحة كورونا، وفي الآخر يمكن من العوامل بالأولويات السادسة والسابعة كما ذكرت الزميلة بهية بالنسبة لهم السياسة الخارجية. يعني ملاحظة صغيرة، الفارق الكبير الذي رأيناها قبل قليل أن الرئيس ترامب فاز بولاية وايومينغ وهي ولاية صغيرة أعتقد يعني مقعدين أو ثلاثة مقاعد، فيما فاز بايدن وهو أيضا متوقع بكاليفورنيا كما قلت قبل قليل 55 صوت، بالتالي هذا سيغير هي اللي علت الفارق نعم هي التي عملت الفارق، وبالتالي هذا ايضا لا يعني شيئا، ما يعني شيئا هي الولايات المتارجحه في هذه اللحظه على احر من الجمر. يا دكتور سيف كلنا ننتظر يمكن اي ارقام من هذه الولايات المتارجحه، اتفضل. يعني اذا راينا في حقيقه فلوريدا وبنسلفانيا ولاحقا اوهايو وميشيغان اذا استطاع ان ياخذها، مع أنه يبدو أن نورث كارولينا سيربحها حتى الآن، هذا يعني أنه يمكنه أن يخسر ميشيغان لاحقا، ولكن كما قلت فلوريدا وبنسلفانيا سيفتح مجالات متعددة أمامه لخسار ولايات من الصعب أن يخسرها لو لم يربح فلوريدا وبنسلفانيا. توزيع التصويت لدينا ليس فقط منذ الانتخابات السابقة وهو ما نعرفه بدقة في الحقيقة، ولكن وفق الاستطلاعات أن لدينا انقسام عرقي، يعني لدينا انقسام عرقي. طبعا نسبة المصوتين البيض تقريبا 76% وهو تراجع كبير عن الدورة الثانية لكلينتون كانوا تقريبا 85% من المصوتين، الآن هم يشكلون 67%، وهذا مصدر أحد مصادر القلق لدى بعض المتطرفين البيض أنهم يخسرون الجمهورية ويخسرون دورهم. ولكن الصوت الأبيض في الحقيقة ليس صوت متجانس، هو أيضا صوت متوزع، ولكن نرى الفارق أن تقريبا يحصل بايدن، حين نقسم الصوت الأبيض إلى رجال ونساء، يحصل بنسبة أقل أكثر قليلا من بايدن. إذا هناك البعد العرقي مهم هنا، أن الرجل الأبيض وخصوصا غير الحاصلين على شهادات جامعية يصوتون أكثر لترامب من بايدن. في بخصوص المرأة بالانقسام بالجنس، المرأة تصوت بنسبة وليست كبيرة ولكن بنسبة أكبر أيضا للديمقراطيين ولبايدن من ترامب. في باقي الأقليات الفارق كبير جدا، يعني هناك فارق 81% مثلا من قبل السود بين مصوتين لترامب، أقل من تقريبا 8% سيصوتون لترامب و 90% سيصوتون أو في حدود 90% سيصوتون لبايدن. الأمريكيون من أصول لاتينية وتحدثتم عنهم قبل قليل، ولكن الصورة الكبرى لأن التركيز على فلوريدا وبالتالي على الأصول الكوبية تحديدا وبعض الفنزويليين، ولكن على مستوى البلد ككل، على مستوى الأمة ككل، هناك 35 نقطة فارق لصالح بايدن، 50% طبعا فارق لصالح بايدن في حالة الآسيويين أيضا. وبالتالي حين نتحدث عن الأقليات، ولكن أصوات الأقليات كلها تتركز، لو كل المسجلين من الأقليات قاموا بالتصويت هم يشكلون تقريبا 29 إلى 30% من الأصوات. البيض 76% من الأصوات، هناك انقسام. ولكن دكتور سيف عذرا على المقاطعة، الأقليات لا يصبون بكتلة أو قاعدة انتخابية واحدة، ولذلك هنالك نوع من التجزئة حتى إن كان باللاتينيين أو بالأفارقة أو بالبشرة الملونة. ولكن كما قلت حين نرى أن عند الرجال البيض مثلا ميول أكثر للتصويت للجمهوريين
ولترامب وتحديدا الرجال البيض غير المتعلمين او غير الحاصلين على شهادات جامعيه النسبه كبيره لصالح ترامب في هذه الحاله. بالنسبه للاقليات طبعا ايضا هم في النهايه مواطنون امريكيون ولهم همومهم العاديه مثل اي مواطن، يعني لديهم هم الاقتصاد، هم التعليم، هم الصحه الى اخره. ولكن نرى ان الفارق لصالح الديمقراطيين اكبر في هذه الحاله من البيض. كما قلت يعني الفارق بين بايدن، بين المصوتين لبايدن وترامب من السود 81%، الفارق من اللاتينيين 35% لصالح بايدن، والاسيويين 50%. اذا هناك اسيويين ولاتينيين وسود يصوتون لترامب طبعا، ولكن بنسبه اقل كثيرا من البيض، وبنسبه اقل كثيرا جدا من الرجل الابيض او من الرجال. طيب دكتور سيف، وانت تتحدث بما انك كنت تتحدث عن الولايات المتأرجحة واهميتها، نشير الى ان فوكس نيوز تقول ان جو بايدن هو الفائز بولايه اريزونا في الكليه الانتخابيه. أريزونا فيها 11 صوت وهي 11 مقعد من الكلية الانتخابية، هي من الولايات المتأرجحة أيضا. إذا فاز في بها جو بايدن فهذا يغير الاحتمالات لترامب في الولايات المتأرجحة، بمعنى أن كما قلت أنا أنه يمكنه أن ربح فلوريدا يمكنه أن يخسر ولايتين منها أريزونا، لأنها يعني لو خسر أريزونا 11 مقعد وويسكونسن 10 مقاعد معا هم أصغر من ووزنهم الانتخابي أقل من فلوريدا، بالتالي هذه الخسارة سيئة لترامب بالتأكيد، ولكنها لا تنهي السباق، ولكن تغير الاحتمالات، تقلل من احتمالات خسارته لولايات أخرى من الولايات المتأرجحة، وفي نفس الوقت الفوز في الانتخابات. طيب تأخرنا على أستاذ دوك باندو. أستاذ سيف دعنا سنعود إليك أيضا بعد قليل لتعلق، لأن هناك بدأت تظهر الأرقام تباعا يعني على ما يبدو مع مرور ساعات الصباح الأولى هنا بتوقيت منطقتنا مشاهدينا، وهناك بالتوقيت المسائي في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك حديث كبير أستاذ دوك باندو عن التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية، وعن عن إمكانية أن يكون هناك تزوير في هذه الانتخابات من قبل من يتدخل خارجيا، وتحديدا تم توجيه تهمة لإيران وروسيا وحتى الصين في هذا الموضوع من قبل الاستخبارات الأمريكية. وكان هناك مؤتمر صحفي أيضا أثار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حول هذا الموضوع. الآن لا نسمع أبدا عن هذا التدخل الخارجي، هل من المبكر الحديث عن هذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه لا، هذا الملف تم طيه الآن، تم استخدامه سابقا ولم يعد مفيدا الآن؟ Well, it brings back memories of 2016. لا شك في أن هذا الموضوع يعيد إلى ذاكرة ما حصل عام 2016، والتساؤل حول الدور المزعوم لروسيا أو أوكرانيا مثلا في التأثير في الانتخابات. ووقت ذاك أثر هذه الأنشطة كان محدودا، كانت محط انشغال كبير، ومع ذلك كان لهذه المزاعم تأثير طفيف على تغيير التوجه الخاص بالناخبين. بالتالي أعتقد أننا ما نشهد عليه اليوم مشابه إلى حد كبير، حيث أن الافتراض القائم هو أن الصين وإيران قد يرغبان ربما بهزيمة ترامب، لكن لا يمكنهما أن يفعلا الكثير حيال هذا الأمر، لا سيما بالنسبة إلى انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة، وهو موضوع يشكل محط انشغال، لكن من المستبعد أن يؤثر ذلك في نتيجة الانتخابات. لكن الانشغال الأساسي هو السعي إلى تقسيم البلاد وتأشيج النفوس وتصعيب مسألة التقدم في أمريكا في ظل حكومة جديدة وفي ظل شعور شعبي من عدم الثقة، وهذا أمر سيء لا سيما وأن أمريكا لابد وأن تضع خطة واضحة على مر السنوات الأربع المقبلة، ولابد وأن تتقدم في ولاية مقبلة في أجواء من الوحدة، وهذه الوحدة قد تكون مهددة إذا ما كانت مجموعات مختلفة في بلدان كهذه تسعى إلى بث البروباغندا التي تحاول تأليب طرف على الآخر وأن تصعب عملية التوفيق.
سنتعرف أكثر سيد باندو ودكتور سيف وكذلك زميلتنا بهية على أبرز الآن الجمهوريين الذين حكموا الولايات المتحدة. نعود لمتابعة الأرقام لأنه أيضا في تطورات مثل المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ بولاية أريزونا. نتحدث عن أريزونا وهي من ضمن الولايات المتأرجحة على منافسه الجمهوري. لديك نقطة بهية قبل أن نذهب إلى التقرير؟ يعني تحديدا جيسون ميلر يعني هو في مع الفريق أو من مستشاري ترامب والمقربين يعني يقول أنه أخفقت فوكس نيوز بأنه استباق هذا الخبر وأنه الأرقام ما زالت يعني غير واضحة وأنه هذه يعني النسبة غير دقيقة حتى الآن. يعني يعتبر أنه استعجلوا حتى في الإعلان يعني عن هذا الخبر العاجل. يعني ممكن أن يكون دونالد ترامب لم يخسر بهذه وليس CNN. نعم تحديدا لجزئية يعني الأصوات التي يتم معاينتها يعني الأصوات التي جمعت بالتصويت البريدي أو الأصوات التي جمعت في الاقتراع اليوم. وبالتالي هنا الفارق. هم يتوقعون أن المشاركين اليوم صوتوا بمعظمهم لترامب وبالتالي الأرقام التي يتداول بها أو يعني يستفاد منها بهذا الخبر العاجل غير دقيقة أو لا تعكس النتيجة. هنا الخوف من إعلان النتائج قبل إعلانها رسميا لأنه ترامب هدد بأنه يعني ربما يعني كانت لافتة لأنه فوكس نيوز يعني لن يفعل هذا. هذا علامة الاستفهام الكبيرة. وأيضا لابد من العودة إلى ضيفينا بالحديث عن أهمية مجلس الشيوخ. 4 مقاعد يتم التنافس عليهما بالنسبة للجمهوريين والديمقراطيين. ولكن دعونا نتعرف على أبرز الجمهوريين الذين حكموا الولايات المتحدة في هذا التقرير. من بعده نعود لاستكمال هذه التغطية. أهلا بكم. يصف الحزب نفسه بحزب الفرص وبممثل القيم الأمريكية الأصيلة. أسس الجي أو بي من قبل قوى مناهضة للعبودية عام 1854 وكان يعتبر تقدميا. جلب رئيسه الأول أبراهام لينكولن إلى سدة الحكم عام 1861. مع الرئيس ويليام ماكينلي بدأت حقبة تثبيت الحزب الجمهوري كحزب الضرائب المنخفضة والسياسات الاجتماعية المحافظة والمواقف المعادية لتدخل الدولة في الاقتصاد. عرف تقلبات عديدة. انتقل من دعم تحرير الأمريكيين الأفارقة إلى حزب يميني محافظ ولا سيما بعد توافد البيض المنشقين عن الحزب الديمقراطي إليه عام 1944. تيارات كثيرة ومتناقضة تخترق الحزب ومع ذلك أوصل منذ تأسيسه 19 رئيسا إلى البيت الأبيض. من أشهر من حكموا الولايات المتحدة أبراهام لينكولن الذي أنهى العبودية والحرب الأهلية. في عهد ريتشارد نيكسون تلقت الولايات المتحدة هزيمتها الأولى في فيتنام. كان أول رئيس يزور الصين وأول رئيس يستقيل بسبب فضيحة ووترغيت. أما رونالد ريغان القادم من عالم التمثيل فيعد القائد المثالي للحزب الجمهوري. كان له دور في إنهاء الحرب الباردة. في عهد جورج بوش الأب اندلعت حرب الخليج. أما في عهد الابن فوقعت أحداث 11 من أيلول سبتمبر. وقامت الحرب على أفغانستان وجرى غزو العراق. آخر رؤساء الحزب دونالد ترامب. الكثيرة أحداث عهده. تصر إدارته على سياسات التوتير والتصعيد والعداء لإيران والتنصل من الاتفاق النووي معها. وتبني مواقف إسرائيل فيما يخص القضية الفلسطينية. إذا مشاهدينا هذا كان فيما يخص الحزب الجمهوري. نذكر أنه بالتزامن مع هذه المعركة الرئاسية الحامية هناك معركة حامية وأيضا قد تكون أحمى في أماكن أخرى في موضوع مجلس الشيوخ. هنا نسألك دكتور سيف دعنا عن أهمية هذه المعركة فيما يخص مجلس الشيوخ. لأنه بطبيعة الحال حتى لو تم انتخاب رئيس على سبيل المثال لو عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة مجددا فإن مجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية سيؤثر سلبا عليها ليس كذلك؟ بالتأكيد. يعني من يتذكر دورة الرئيس أوباما على الأقل الأخيرة أنه كان بالإمكان تعطيل غالبية من السياسات وبالتالي أحيانا يضطر الرئيس إلى اللجوء إلى إصدار أوامر تنفيذية في غياب القانون لأن القانون يحتاج إلى إقرار من الكونغرس ومن مجلس الشيوخ. هناك قضايا أساسية ودور أساسي لمجلس الشيوخ مثلا إقرار أعضاء جدد في المحكمة العليا يمر عبر مجلس الشيوخ ولولا سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ هذه المرة لما استطاعوا تمرير العضوة الأخيرة قبل أيام في فترة قياسية فترة زمنية قياسية. نعم بالتأكيد في فترة قياسية ورغم أنه
حين أراد الرئيس أوباما قبل ذلك وقبل نهاية دورته بستة شهور أن يرشح لأحد القضاة للمحكمة العليا، منعه الجمهوريون أيضا بحجة أن الرئيس القادم هو الذي له الحق في ترشيح القاضي، وذلك بسبب سيطرتهم على مجلس الشيوخ، لأن الإقرار القاضي يجب أن يمر عبر مجلس الشيوخ. الصورة الحالية هي أنه عادة تقليديا كل عامين يتم انتخاب تقريبا ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ لمدة 6 سنوات، كل عامين يتم انتخاب ثلث هذا الرقم، لكن طبعا احيانا يحصل وفيات، يحصل استقالات، يحصل اشياء اخرى، فبالتالي الرقم ليس بالضبط 33 عضو. هذه المره هناك اعتقد الانتخابات هي على 35 او 36 مقعد. المهم في الموضوع ان الغالبيه منهم هم مقاعد جمهوريه، 23 مقعد الان هي مقاعد جمهوريه، وبالتالي هذه فرصه إذا كانت فعلا الاستطلاعات دقيقة أن الديمقراطيين أيضا يتقدمون على المستوى الوطني وبالتالي سيحققوا انتصار في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالتالي كل ما على الديمقراطيين أن يربحوا 5 مقاعد من هذه المقاعد، وبالتالي سيحصلوا على الغالبية في مجلس الشيوخ، لأن عندهم الآن هم أقل بأربعة مقاعد من الجمهوريين، أو الحصول على 4 مقاعد فقط، الفوز ب4 مقاعد إضافية هي للجمهوريين الآن. في حالة فازوا بالبيت الأبيض، لأن نائب الرئيس هو بالتقليد هو رئيس مجلس الشيوخ، وبالتالي في حالة تساوي الأصوات يصوت لصالح حزبه عادة، وبالتالي هذه فرصة إذا كانت فعلا الأصوات الشعبية، الأصوات الديمقراطيين متقدمين على المستوى الشعبي واستطاعوا انتزاع فقط 5 مقاعد في مجلس الشيوخ من 23، هناك فقط 13 مقعد في مجلس الشيوخ للديمقراطيين خاضع للانتخابات هذه المرة. طبعا هذا مهم جدا، النظام السياسي يستند إلى الثلاثة أقسام، يعني القسم التنفيذي هو الرئيس والحكومة، القسم التشريعي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والمجلس القضائي طبعا هو العملية للمحكمة العليا. بايدن الجمهوريون الآن يمسكون بالمحكمة العليا بنسبة كبيرة 6-3، في هذه اللحظة هم يسيطرون على مجلس الشيوخ، الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، معهم أيضا البيت الأبيض. سيد باندو، لأنه دكتور سيف أشرت إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بهذا النظام السياسي، وتطرح كثير من علامات الاستفهام حول هذا الاقتراع، إذا كان يمكن هنالك سيد باندو تقدم، وهذا جرى في عام 2016 بحوالي 3 ملايين صوت تقدمت هيلاري كلينتون على منافسها دونالد ترامب بالصوت الشعبي، ولكن في الكلية الانتخابية، هذا هل هنالك من شوائب الآن يمكن التصويب عليها داخل هذا النظام الانتخابي الذي ينعكس على النظام السياسي والمشهد السياسي المرتبك الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أليس كذلك؟ Well, the major political, I mean, issue here is a control between the two, you know, parties. لعل الجدل السياسي الأكبر يتعلق بسيطرة كل حزب. بالطبع هي انتخابات تشهد على جدليات كبيرة، ونشهد على فروقات كبيرة بشأن قضايا السياسة الخارجية والقضايا الداخلية بين الحزبين. المرشحان يحققان نتائج مختلفة، حيث أنهما يظهران بطرق مختلفة في ولايات مختلفة، ولذلك نشهد على هذا التباين. فالجمهوريون يبدو أنهم أكثر قوة في المناطق الريفية، فيما الحزب الديمقراطي أكثر قوة في المدن. بالتالي النظام الانتخابي الأمريكي يظهر هذا الواقع، حيث يمكن للرئيس ترامب أن يفوز في الانتخابات من خلال الفوز بجميع هذه الأصوات الصغيرة، وأن يخسر التصويت الشعبي بفارق كبير. وبالطبع الرئيس بايدن أو المرشح بايدن على الأرجح سيفوز بالتصويت الشعبي، فهذا بحد ذاته سيثير جدلية واسعة حول النظام الانتخابي في حال حصل هذا الأمر مرة أخرى في هذه الانتخابات مقارنة ما حصل في الانتخابات السابقة، وهذا سيؤدي إلى جدل كبير، لا سيما إذا ما تمكن ترامب من أن يفوز في الولايات الصغيرة بهامش صغير، ولكنه يكون قد خسر
بفارق كبير في الولايات الكبيرة. لا شك في أن ذلك سيؤدي إلى شعور أكبر بعدم الرضا على مستوى المجتمع الأمريكي. وعلى المستوى الشعبي سيد دوك، تستمر هذه التحركات التي نراها أيضا مشاهدين مباشرة، هذه الصور لوكالة أسوشيتد بريس هي في مناطق من مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعضها مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعضها مناهض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت إحدى التظاهرات بالقرب من البيت الأبيض ورفعت شعار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يكذب. نستمع وإياكم إلى ما يقوله هؤلاء المتظاهرون مشاهدين. إذن نرى هذه المشاهد مباشرة عبر شاشة الميادين للتظاهرات التي تتزامن مع عمليات فرز الأصوات وظهور نتائج أولية، والزميلة بهية حلاوي تواصل رصد هذه النتائج. إذن هل من جديد بهية فيما يخص هذه النتائج ورصدك لكل ما يرد من جديد؟ وخصوصا لو سمحت بالولايات المتأخرة، أريد منك بهية أن نعرج أيضا على تغطية موقع الميادين، لأنه كان هناك تغطية شاملة لهذه الانتخابات وربما ظلمنا هذه التغطية قليلا. هنا في هذه التغطية لم نتطرق كثيرا إلى المواضيع التي كانت موجودة على الموقع. بالنسبة لوفا والولايات المتأرجحة ما زالت يعني ما زال الحديث مبكر يعني بعض الشيء، يعني كما أشار الدكتور سيف اليوم النتائج يعني أو ملامح النتائج ستظهر عندما تحسم هذه الولايات المتأرجحة، وكل ما نتابعه الآن كان ربما متوقعا وبالتالي لن يغير بالتوقعات أو يعني فقط أريزونا يمكن هي من بين الولايات المتأرجحة المقربون من ترامب. يؤكدون أنه حتى أريزونا ما زال الحديث عن النتائج فيها مبكرا، لأنه الأصوات التي يعني جمعت اليوم يعني لم يتم معاينتها بشكل كافي أو الأرقام غير كافية حتى الآن. لكن على منصات التواصل الاجتماعي يبدو أنه حظوظ ترامب يعني ارتفعت. التوقعات مرتفع. كانت يعني في السابق أو في الأسابيع القليلة الماضية، ولأنه استطلاعات الرأي تعطي الأفضلية لبايدن، إلا أنه الآن يعني بعد أن يعني فاز بفلوريدا تحديدا أو ربما الحديث عن فوز في فلوريدا وتقدم في عدد من الولايات المتأرجحة، الأفضلية الآن ليس وفقا توقعات ولكن CNN حتى الآن يعني إن كان بويسكنسون بنسلفانيا صحيح الفارق بسيط بالنسبة لترامب، ولكن حتى الآن بفرز عدد أقل من 50 يعني بنسلفانيا أقل من 50% من الفرز الأصوات التقدم لصالح ترامب. حتى يعني على منصات التواصل الاجتماعي يعني نرصد على تويتر تحديدا معظم من يعلقون على هذه النتائج أو من يتفاعلون مع الحدث يعني بدأوا يتحدثون عن معطيات مرتبطة بفوز ترامب، يعني نتحدث عن أزمة للحزب الديمقراطي وعدم تماهي مع تطلعات الشعب. نتحدث ربما عن أنه فشل هذا الحزب في ظل كل المعاناة التي كان يعيشها ترامب تحديدا، أو فشل السياسات التي كان يمارسها وعدم قدرة بايدن على الفوز بحال خسر. طبعا الحديث عن المجمع الانتخابي وعن النظام الانتخابي بشكل عام، أنه كيف يعني يفشل التصويت الشعبي بإيصال الرئيس، يعني الإرادة الشعبية لا توصل الرئيس إنما المندوبون في المجمع الانتخابي. بالفعل حتى عن إحباط لدى الأقل، لدى المضطهدين، حتى لدى الشباب الذي ارتفعت نسبة مشاركته في هذه الانتخابات وبالتالي لم يتمكن من يعني التعبير بشكل كافي. هذه ربما أسئلة كثيرة أو موضوعات كثيرة سيتم الحديث عنها لاحقا، خصوصا حتى موضوع الإعلام ووسائل الإعلام. يعني في الأيام القليلة الماضية كنا نتابع بعض المقالات والتحاليل التي كانت تشير إلى أنه الإعلام الأمريكي يعيش حقبة انتقالية، وأنه كل هذه الحديث عن الأرقام واستطلاعات الرأي بهذه الثقة وبهذه يعني بهذا التضخيم حتى التحيز للمرشحين وإلى ما هنالك، ربما هذا كله سينتهي خصوصا في الميادين أونلاين. تحيزتم لأحد المرشحين بهي؟ نحن نلتزم بنقل الواقع أعلى معايير الواقع والحيادية. يعني فعلا سريعا لأنه لم يتبقى الكثير من ندخل الوقت. معا يعني إلى موقع الميادين نت، كان لدينا طبعا تغطية شاملة عن موضوع الانتخابات الأمريكية، ولكن في اليوم والأيام القليلة الماضية ربما خانت القراءات والتحاليل والمقالات.
مقابلات غنية بشكل غير عادي يعني بالموضوعات المرتبطة بأمريكا حصرا، وبالتالي يعني ننصح المتابعين بالدخول إلى الموقع والاطلاع على كل هذه المواد المفيدة والتي تتطرق إلى مقابلات عديدة أجراها فريق الميادين نت. أيضا منصات صفحتنا على منصات التواصل الاجتماعي ما زال الشباب يعني يسهرون ويتابعون الحدث بكل دقيقة يعني يمنحوا الشباب العربي حتى ورواد هذه المنصات الأرقام الدقيقة والأفكار السريعة التي نرصدها على هذه المنصات. ولا تنسوا أيضا مشاهدين قناة الميادين على اليوتيوب والتطبيق. الحديث الآن عن التطبيقات الذكية، التطبيق الميادين على أندرويد ويعني آيتونز ممكن تحميله، سوري أب ستور ممكن تحميله، والاستفادة من كل العواجل قراءة كل هذه المقالات ويصل الاستشعارات السريعة للمتابعين أينما كانوا. أنا بالنسبة لي الأهم هي الأخبار العاجلة التي أتابع عبر موقع الميادين لمعرفة خصوصا من سيكون بالفعل سيد البيت الأبيض الجديد. أعود إليك دكتور سيف، دعنا يمكن بختام هذه التغطية لنا وهذه الساعة، ولكن هذه التغطية عبر الميادين مستمرة ومتلاحقة. سأترك له حق الملاحظة بالموضوع الذي يريده دكتور سيف، ولكن هل نتوقع معارك قضائية واسعة دكتور سيف، خصوصا أنه سنشهد الكثير كما يقال من المواجهات القضائية التي بدأت في بعض الأماكن؟ وأريد منك تعقيب على هذا بشكل سريع مع أنه موضوع يحتاج إلى ساعات. نظام الانتخاب المعتمد، عدم إيصال الإرادة الشعبية الأمريكية للمرة الثانية إذا حصلت، هذا ماذا يعني؟ يعني في الحقيقة النظام الانتخابي كان أصلا مصمم لم يكن مصمم لأن يعطي العامة بالمعنى التقليدي في ذلك الوقت يعطيهم الصوت، ولهذا تم تصميم هذه الصيغة للاتفاق بين الولايات. في الحقيقة هناك، وهذه ليست المرة الثانية، يعني ترامب حين فاز لما كان المرة الثالثة أو الرابعة في كل الأحوال. سأطلب منك أن تعيد السؤال الأول لأنني كنت أفكر في السؤال الثاني. نعم، نتحدث عن المواجهات القضائية، هل سنشهد مواجهات قضائية فيما يتعلق خصوصا بتعيين إيمي باريت الذي أثار أيضا الكثير من التحفظ بالنسبة للحزب الديمقراطي باختيار التوقيت؟ أظن أن تعيينها انتهى لأنه يعني مر بالمراحل القانونية وإن كان بزمن قياسي، صحيح. ولكن يصعب التشكيك فيه في هذه اللحظة. ولكن المعارك القضائية أعتقد تحديدا في حالة خسارة الرئيس ترامب، وتحديدا في حالة خسارة الرئيس ترامب بفارق بسيط ولاية أو ولايتين، أن التوجه إلى القضاء سيكون تقريبا أكيد يعني حتمي، وربما حتى لو كان هناك فوز كبير لبايدن أيضا يمكن توقع احتمال التوجه إلى المحكمة، لأن هذه أحد الآليات التي يوفرها النظام للتشكيك في النتيجة. ولكن الآلية الأهم، وهذا معطوفا على سؤال آخر حول تركيبة مجلس النواب، السؤال الأهم أن مجلس النواب الجديد سيستلم في السادس من شهر واحد، وفي حالة عدم الوصول إلى نتيجة الخلافات وعدم الاعتراف وبالتالي الاضطرار للجوء إلى مجلس النواب، سيقوم مجلس النواب الجديد، نعم. ولهذا تركيبته مهمة، هو بالتقرير في الرئيس أو انتخاب الرئيس وليس حتى الكليات الانتخابية. ولكن في هذه الحالة لن ينتخب مجلس النواب بأعضائه الرئيس، ولكن سيكون هناك ممثل عن كل ولاية، وهكذا أيضا مرة أخرى سيكون للولايات الصغيرة نفس الحجم والتأثير أو حجم وتأثير الولايات الكبيرة. على كل حال، وتستمر النتائج بالصدور على النتائج الأولية بالصدور عن الولايات المختلفة. عذرا عن المقاطعة دكتور سيف، لكن الوقت قرب على النهاية. سيد دوغ باندو، سؤال أخير، هل فاجأتك النتائج الأولية التي تؤشر إلى تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدة ولايات، أم أنه لا تعتبرها نتائج طبيعية؟ وماذا عن توقعاتك لهذه النتائج الانتخابية التي ينتظرها العالم؟ I
أعتقدت أن هذه النتيجة ممكنة بناء على انتخابات عام 2016، لكنني اعتبرت واعتقدت أن التقدم الذي كان يتمتع به بايدن كافيا ليبقى متقدما على ترامب على الرغم من نتيجة الولايات المتأرجحة. بكل حال أعتقد أن النتيجة ستكون متقاربة، لا شك في أن بايدن سيفوز بالتصويت التصويت الشعبي ولا شك في ذلك، وبالتالي لابد لترامب إن كان له أن يحافظ على حظوظه بالفوز أن يفوز بكل الولايات المتأرجحة، فإن خسر مثلا في أريزونا سيكون على مقربة من الخسارة. بالتالي سأتفاجأ صراحة لو فاز ترامب، لكن لن أتفاجأ إلى حد كبير. أعتقد أن الأمر ممكنا لكن لم أتوقعه إلى هذا الحد، ولكن الانشغال الأساسي سيتركز بشكل أساسي على استعداد الناخبين الذين صوتوا لبايدن ولاية أخرى لترامب من دون أن يكون قد حظي بالتصويت الشعبي الأكثري، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مظاهرات واسعة وإلى شعور بعدم الرضا في الأيام المقبلة. والمشكلة سيد دوغ حتى الآن لا نعلم إذا سنعرف في الساعات القليلة المقبلة من فاز في هذه الانتخابات. نحن نتحدث عن وسائل إعلام أمريكية تنقل مثلا في ميشيغان بأننا لن نعلم أو لن نعرف بهذه النتائج الانتخابات إلا بعد ساعات من مساء الأربعاء، وهنا نتوقع الكثير يمكن من المفاجآت في الساعات المقبلة. هناك تفاوت أيضا وفى بالنتائج التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، يعني كما ذكرت بهية قبل قليل في البعض ينتقد فوكس نيوز بالتسرع في إن كان بنورث كارولينا أو حتى في أريزونا، ما الذي حدث أو لمن تميل الدفة في بالنسبة للمرشحين. نشكرك جزيل الشكر سيد دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول لك دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسون، كنت معنا من شيكاغو. الشكر موصول لك بهية حلاوة مديرة الميادين أونلاين. بالتأكيد نحن يمكن سنذهب للاستراحة، ولكن أنت ستتابعين أنت والميادين وفريق الميادين أونلاين كل هذه الأرقام، الخارطة الانتخابية وأيضا خصوصا الولايات المتأرجحة. مصرة على الولايات المتأرجحة يعني أولا. لن أنام قبل أن أعلم. شكرا بهية على حضورك معنا في هذه التغطية، ونشكرك أيضا وفاء على مواكبتك هذه الساعات الطويلة طيلة المساء ومع هذا الفريق اليوم بانتظار أن تحسم نتائج الولايات المتأرجحة عشان يرتاح ضميرك يعني. ومستمرة هذه التغطية، لابد من الحديث يمكن أعتقد حوالي 17 ساعة مستمرة على شاشة الميادين بإطار بمواكبة هذا اليوم الكبير، يوم الثلاثاء الكبير ويوم حسم. على رأس الساعة زميلة مايا رزق. مايا رزق في استكمال هذه التغطية المستمرة والمتواصلة من الميادين، ودائما مشاهدين الميادين دوت نت للمزيد ومواكبة لتغطية شاملة أيضا للانتخابات الأمريكية منذ فتح مراكز الاقتراع إلى حين صدور النتائج. إلى اللقاء في أمان الله.